بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اونتايم سبورتس، دائما وابدا معكم كل الاخبار والانفرادات والكواليس. في البدايه كل التهنئه للنادي الاهلي بفوزه ببطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس بعد فوزه على وداد سماره المغربي. الف مليون مبروك، وان شاء الله هيكون لنا متابعه لهذا الحدث الهام. اي حاجه مصريه، اي انتصار مصري بيسعدني، بيفرحنا، بيسعدني جدا، لانه الامر مهم. الامر جميل انك تبقى بطل افريقيا وبطل عرب، وانه بطل في الاولمبياد، واخد ميداليات ذهب، وماخد ميداليات فضه، واخد ميداليات برونز، انك بتنظم بطوله العالم للدراجات، انك بتنظم بطوله العالم لكره اليد، انك بتنظم بطوله العالم للرمايه، ان الاحداث دي كلها بتبقى موجوده، ان انت متواجد على الساحه الافريقيه العربيه الدوليه. ده امر مهم جدا، ده امر مطلوب جدا جدا. يعني الحقيقه الامر مهم جدا، والامر رائع جدا جدا بالنسبه لنا. انا الحقيقه فرحان جدا بهذا الامر، بهني محمد الزيات واخد ميداليه في الفضيه في التايكوندو. ايه ده، انا كان نفسي في ميداليه ذهب بصراحه. هي الاصابه حرمته من الذهب قدام بطل البرازيل بعد ما عمل مشوار صعب جدا جدا جدا، واول مره في الدوره البارالمبيه ما ناخدش ولا ميداليه ذهب. وده هيبقى لنا كلام، لانه لازم نعمل اجيال، لكن دول كلهم ابطال. كل من سافر الى طوكيو هو بطل. الناس بتوع البارالمبيه ذوي الهمم دول او ذو الهمم دول، دول بالفعل اللي بنتعلم منهم، بناخد منهم الدرس. حاجه تشرف، حاجه تفرح بجد يعني. وربنا يوفق في اللي جاي، ولازم نعمل اجيال. واللعبات هناك هنا بتبقى الامر اسهل شويه، انك ممكن يبقى عندك بطل في العاب القوى، يبقى ممكن عندك بطل في حتى السباحه، في بعض اللعبات ممكن مش من الصعب قوي، مش من السهل لكن مش من الصعب قوي. يعني مش عايزين تبقى قصتنا انه اذا حصل ازمه في رفع الاثقال يبقى عندنا مشكله. لا، خلي بال حضراتكم برضو، هرجع تاني اقول لك انه دائما وابدا اللعبات اللي فيها مصارعه، اللي فيها جودو، اللي فيها كاراتيه، اللي فيها تايكوندو، اللي فيها نزال، اللي بيسموها العاب قتاليه، احنا متالقين متفوقين فيها جدا. لازم نشتغل على ده كويس، مهم جدا جدا. رفع الاثقال هي لعبتنا. كان عامل مفاجاه ان شاء الله بعد يعني كام يوم كده ان شاء الله، بحلقه هتعجبكم ان شاء الله، هتعجبكم جدا ان شاء الله. حاجه جميله كده، حاجه من عبق التاريخ الجميل يعني. فبهني محمد زياد، بهني كل اللي من قبله اللي اخذوا الميداليات، فاطمه وشريف وهاني وكل ابطالنا وكل اولادنا وكل اخواتنا الحقيقه. وان شاء الله باذن الله الميداليات القادمه اكتر واكتر باذن الله. ما زال الحديث حتى هذه اللحظه حول مباراه مصر وانجولا، واللي مصر فازت فيها 1-0، وبالتالي بنجري على مباراه مصر والجابون. في كذا حاجه مهمه حصلت وهتحصل. الحاجه الاولى ان انت خدت 3 نقاط، فلازم نفتكر ده كويس. انا معايا 3 نقاط في ايدي، ده امر في غايه الاهميه. جون بقى بنالتي، جون جه بدري، المهم كسبت، المهم خدت 3 نقاط، والناس في النهايه هتنسى تماما فكره انك لعبت كويس ولا لعبت وحش. هتنسى خالص ده، لكن هتفتكر ان معاك كام في حصلتك، معاك كام في جيبك، معاك كام في بنكك. معايا كذا، حلو قوي، ده رصيد كافي ولا مش كافي؟ في البداية أنا زي ليبيا اللي فازت على الجابون، دي نقطة في غاية الأهمية لازم نفكر فيها كويس. النقطة التانية إن أنا عندي مباراة الجابون يوم الأحد. فرقتنا يعني الأربع الخميس إلى حد ما ريحوا، اللي هو النهاردة يعني. بكره هيسافر برضو رحله شقه، الحمد لله انها على طياره خاصه. نجمنا محمد صلاح هينضم على الفرقه، هيخلي الفرقه اتقل شويه. يبقى خلينا في اطار الثقه، في اطار البنى شويه. لعبت وحش، المباراه كان فيها بعض المشاكل، ماشي، خلينا بكره بقى. انا اخدت 3 نقط، ده المهم، نصلح، نحاول نصلح عشان ننجح بامر الله. هاشتاج حلقتنا النهارده مع شوبير، وسؤال الحلقه توقعاتكم لمباراه مصر مع الجابون هتبعتوا لنا على صفحتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. كالعاده موجز الاخبار.
منتخب مصر بيعلن إصابة رمضان صبحي ومحمد النني وغيابهم عن مواجهة مباراة الجابون. ألف مليون سلامة عليهم إن شاء الله. مصطفى محمد وعمر جابر الحمد لله خاضوا المران كاملا. محمد صلاح انضم الباسة بكرة في الجابون عبر طائرة خاصة. يلا إن شاء الله بشرة خير. بعتقد ان كل كلمة قلتها لكم من كام يوم على نظام المسابقات ونظام القيد ونظام الانتقالات وبدء المسابقات كله بيتحقق. وقلت لكم الأندية فكرة مجموعة الشركات هتبقى مرفوضة وان هنرجع على ثلاث مجموعات وثلاثة في 16 وان الاعلاميين هيبقوا في مجموعة الصعيد. أندية القسم الثاني رفضت عمل مجموعة خاصة لأندية الشركات. في اجتماعهم النهاردة باتحاد الكرة أربع أندية من كل الحضور بس هم اللي وافقوا على الفكرة. زي ما قلنا مفيش حاجة اسمها إعارة لطاهر طاهر ولا كهربا ولا بدر بنون. أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بينفي تماما كل ما تردد حول إعارة هؤلاء النجوم. خبر جيد المرة دي من دكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أكد أن أكرم توفيق لا يحتاج لتدخل جراحي، هيخضع للعلاج لمدة أسبوعين بعدها يعود تدريجيا للتدريبات الجماعية لكن مش للمشاركة في المباريات. ألف سلامة عليك يا أكرم. 19 نوفمبر موعد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإقامة انتخابات مجلس إدارة النادي. هذا ما أرسله أو ما أرسلته اللجنة المكلفة بإدارة النادي لوزارة الشباب والرياضة في انتظار الرد. إذا رد بالموافقة أوكي، إذا 15 يوم ما ردوش يبقى خلاص تعتبر موافقة. الله لا يقدر، بس في حالة الكورونا ممكن ما تتعملش انتخابات. بالتوفيق إن شاء الله. سموحة بيعلن التعاقد مع فهد جمعة مهاجم الأهلي الشاب على سبيل الإعارة لمدة موسمين ضمن صفقة انتقال حسام حسن إلى النادي الأهلي. من اللعيبة الجيدين تابعوه بس ربنا يكتب له التوفيق. يستحق طبعا جدا خالد جلال إن النادي البنك الأهلي يعلن تجديد عقده وكمان ضم كريم بامبو. انت عارف كريم كان على سبيل إعارة من الزمالك ومحمد هلال واحمد سعيد اتنين لاعيبه مميزين جدا من نادي وادي دجله. وزي ما توقع البعض منذ فتره اسوان بيعلن انتقال مدافعه محمود شبانه الى الزمالك. مفاوضات كانت خلال الفتره الماضيه على فكره لعيب كويس ولعيب مكسب. صفقة جيدة جدا للزمالك في كرة السلة، الزمالك بيعلن تعاقده مع اللاعب إدجار سوسا من جمهورية الدومينيكان اللي شارك مع أمريكا في كأس العالم 2014. بداية جديدة لمفاجأة التصفيات في إفريقيا، الكونغو في أول الكونغو الديمقراطية في أول مباراة رسمية مع كوبا تتعادل مع تنزانيا 1-1. انتصار رائع لعمان بالفوز على اليابان 1-0 في تصفيات اسيا المؤهله للمونديال. الف مبروك. والعراق يعود بنقطه ثمينه من كوريا الجنوبيه اكثر من ممتاز. بنعود من جديد لقصه النني وتركيا. تقارير صحفيه بتؤكد ان بشكتاش طلب رسميا ضم النني بسابق الزمن للتعاقد معه من اجل دوري الابطال. معرفش ولسه هناك مفتوح ولا لسه، الله اعلم. يعني انا عارف انه باب الانتقالات اتقفل يعني. وبنجدد التهنئه لنجمنا محمد الزيات، حصد الميداليه السابعه في دوره الالعاب البارالمبيه، خد الفضيه في التايكوندو، هيعمل اشعه للاطمئنان على اصابته. الف مليون سلامه عليك. ومبروك من جديد لأبطال النادي الأهلي في كرة اليد بعد الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية، الفوز على وداد سمارة المغربي 28-23.
وتنظيم جديد وبطولة جديدة وحدث جديد على أرض مصر. الأهرامات بتستضيف بطولة بطولة مصر الدولية لرجال وسيدات الاسكواش في الفترة من 10 ل 17 سبتمبر الجاري. لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر ومباراته القادمة أمام الجابون. نشوف نتفرج ونقعد نتكلم. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. طيب النهارده هيبقى برضو يعني محور كلامي الرئيسي حول مباراه مصر والجابون، لانه ده مهم جدا، مباراه في غايه الاهميه، وافضل اقول لكم قصتها والمباراه والفوز فيها او التعادل بيمثل اهميه كبيره جدا جدا. النهارده كمان عندنا ضيفنا النجم الكبير المدرب القدير كابتن حماده صدقي، هنتكلم كتير في هذا الامر. لكن خلينا نهني ونبارك للنادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وايضا بعثته في المغرب برئاسه السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وبشكره الحقيقه راجل كان متجاوب جدا معانا بيمدنا بالاخبار، كتر الف مليون خيره. لكن تعالوا نروح نقول مبروك والف مبروك للكابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الاهلي الفوز وحصد بطوله ابطال الكؤوس الافريقيه. كابتن طارق مساء الفل والف مليون مبروك عليك. الله يخليك يا كابتن احمد، وانا سعيد جدا ان انا معاك في يوم الفرح اللي احنا فيه ده، وبشكرك على الكلام الجميل ده عليك. حبيبي احنا اللي بنشكرك. اعتقد يعني البطوله الادوار الاولى الى حد ما كانت سهله ومعقوله، بيني وبينك كده من نص النهائي قدام الانتر كلوب والفوز بفرق 4 اهداف كنت قلقان شويه. انت كنت مريح بعض اللعيبه، المباراه صعبت عليك، كنت بتفكر في الفاينل وانت بتلعب المباراه يا كابتن؟ لا والله يا كابتن احمد، هي القصه كلها من بدايتها فيها صعوبه طبعا. احنا بدايه موسم ما لعبناش ولا ماتش في الدوري، فانا جاي من فتره راحه. كان اخر ماتش لينا في شهر 4 من فتره الراحه. عملنا فتره اعداد داخلي، لعبنا ماتشات وديه داخليه. فكان صعوبه البطوله في ان هي في بدايه موسم. طبعا اللعيب في البطوله بدايه الموسم ما بيبقاش يوصل للفورمه اللي مطلوب بيها انه يخش على طول. صحيح. فالحمد لله ربنا اكرمنا بالثلاث ماتشات الاولانيه، تدخلنا شويه بشويه. صح. بدني وذهني وفني، وبعد كده دخلنا على ماتش انتر كلوب. طبعا انا معايا 18 لعيب، منهم 12 لعيب اول مره يشتركوا في البطوله الافريقيه. متوسط الاعمار عندنا كابتن احمد 23 سنه. عندنا لعيبه لاول مره يعني تشوف البطوله الافريقيه والمراسم واللعيبه، فطبعا في ضغوط عليهم، لكن معانا خبرات زي اسلام الشاطر وزي ابراهيم المصري والطيار ومصطفى خليل، الحمد لله عاملين توازن. اسلام الشاطر معاك؟ ده انا عايز اقول اسلام الشاطر، عايز انا غلطت في امر ده. اسلام كان زعل مني. ايوه الحق بقى الحق، انا قلت الحقك يعني. بس والحمد لله احنا دخلنا ماتش انتر كلوب. انتر كلوب انت بتلعب منتخب انجولا، ناقص 2 لعيبه فقط. منتخب انجولا والكاميرون، وانت عناصر شابه مع المجموعه اللي موجوده. احنا الحمد لله زي ما حضرتك عارف احنا بنبني جيل للنادي الاهلي، وربنا يكرمنا باذن الله ان احنا نثبت الجيل ده في البطولات. واحنا بنكسب
فدي حاجه كويسه جدا جدا، ده حاجه يعني الحمد لله بفضل ربنا. انا شايف ان ربنا بيكرمنا بالبطولات دي، والبطوله دي كانت غايبه عن النادي الاهلي بقالها حوالي 3 سنين ونص. نعم، دي اول بطوله تخش للنادي الاهلي من 3 سنين ونص افريقيه، وربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله، نسعد جمهور النادي الاهلي اكتر واكتر. ايهما كانت اصعب، مباراه النهائي امام وداد سمارة المغربي ولا مباراه نصف النهائي؟ لا، مباراه نصف النهائي. لا، على فكره الفرقه انتر كلوب كلها كانت بتلعب في مصر في بطوله العالم. نعم، يعني كانوا بيلعبوا في بطوله العالم في مصر. نعم. معانا بيلعب مع فريق انجولا. فلا، فرقه عندها خبرات، وفرقه فيها لعيبه تقال ولعيبه كويسه ولعيبه عندها خبرات. دي كانت اكتر بالنسبه لنا صعوبه. عندهم حارس مرمى متميز. نعم. جدا. خد عصام، خد عصام معايا، عصام الطيار اهو. طبعا. وجع لنا حراس المرمى دول يا كابتن احمد. طول النهار وجع لنا. لا، هما اللي جوان كده. اذا كان يعجبك يا طيار. يا طيار. الو كابتن احمد. يا طيار. كابتن احمد، اخبارك ايه؟ ازيك يا عصام، مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك، يعني حاله من الفرحه والسعاده الحقيقه، الفوز بالبطوله الافريقيه واستمرار لتالقك يعني يا عصام الحقيقه، من بطوله العالم للناشئين، بطوله العالم للكبار، الاولمبياد، ثم البطوله كلها. بعتقد انك سعيد انك بتكتب تاريخ يعني، وانت كمان قدمت تضحيه ان اجلت احترافك عشان تكمل مع النادي الاهلي البطولات هذا الموسم يا عصام. الاول الله يبارك في حضرتك، ربنا يخلي حضرتك يا رب. الفرقه كلها الحمد لله، الماتش ده كانت رجاله، والبطوله كلها كانت رجاله. نعم. بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا كلنا في بدايه موسم، هيبقى قوي جدا علينا ان احنا نفتتح الموسم ببطوله افريقيه. دي حاجه كبيره دي نفسنا، وحاجه بتكمل بتكمل الجيل يعني، بنكمل صناعه جيل محترم في النادي الاهلي. السنه اللي فاتت فنشنا الموسم ببطوله كاس، كانت غاليه جدا. نعم. السنه دي بدانا الموسم ببطوله افريقيا. نعم. النادي الاهلي بدا بطل افريقيا، هو ممثل مصر الوحيد في البطوله. نعم. حاجه تفرق لينا كلنا كفريق وكجهاز فني وكمجلس اداره، ان هو يبقى واثق فينا دايما ودايما بيدعمنا كالعاده. والحمد لله على المستوى يعني، الحمد لله ربنا كرم النهارده، كان ربنا كان في كرم من ربنا يعني، الحمد لله النهارده في المستوى الحمد لله. يعني عصام الحقيقه بتلعب كاس عالم وبتلعب اولمبياد وبتلعب بطولات محليه وبتلعب بطولات افريقيه، يعني الفوارق الكبيره يعني، احيانا ما بتحسش لا البطوله دي صغيره، لا ما العبش خليني في بطوله اكبر، ولا البطولات كلها بالنسبه لك بتتساوى؟ طبعا البطولات بيبقى فيها فروقات فنيه طبعا، من بطوله عالم، لبطوله افريقيا، لبطوله اولمبياد، كل الكلام ده بيبقى فيه فوارق فنيه. بس الفكره مش في الفوارق الفنيه على قد ما الفكره في المنتاليتي بتاعت اللعيب. ايوه، لازم اللعيب يبقى حاطط في دماغه ان تحترم اي خصم قدامك، ده 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 سبب احترام الناس ليك. نعم، لازم تنزل انت بتلعب بتأدي، سواء بطوله عالميه او بطوله محليه او بطوله افريقيه، فانت بتحترم اللي قدامك عشان في الاخر يبقى مردود محترم قدام الناس كلها، والناس كلها دايما تبقى شايفه فيك نظرا ان انت بتحترمهم كلهم. نعم، دي حاجه احنا طبعا اتعلمناها وتعلمناها في النادي الاهلي كمان مخصوص، ان انت تحترم كل الناس. انت بتنزل تلعب بطوله عالميه زي بطوله افريقيه زي بطوله محليه، وفي الاول وفي الاخر العامل المشترك بينهم كلهم ان انت عايز تكسب. نعم. تأجيل احترافك يعني قرار من صعب، الواحد بيبقى حلم عمره انه يحترف، وبعد ما خلاص النادي الاهلي كان وافق لك، يعني كانت كواليسه ايه يا عصام؟ طبعا انا السنه اللي فاتت كان جاي لي بعثك رسمي للنادي الاهلي من نادي بردوار المقدوني. نعم. ده بطل دوري ابطال اوروبا في 2018. طبعا هو حلم ليا ان انا اطلع اسافر، وكنت عايز اطلع اسافر. الكواليس كلها ان انا طبعا يعني اتكلمت مع كابتن طارق ان انا عايز اسافر وكده. كابتن طارق ما كانش عنده اي مشكله خالص ان انا اسافر. نعم. بس كان شرط ان انا لازم لو يعني لو هسافر بعد بطوله افريقيا اللي احنا بنلعبها حاليا. نعم. فطبعا لما اتكلمت مع كابتن طارق، طبعا مجلس الاداره كان الدعم الاول ليا في الخطوه دي. ايوه. وكان هو الدعم ان هو يطلع ابن من ابنائه. انا بقالي انا ما لعبتش في الاهلي يعني. نعم. انا من وانا عندي 7 سنين بلعب في النادي الاهلي. ما شاء الله. انت كم سنه دلوقتي يا عصام؟ كم سنه دلوقتي يا عمر؟ انا 25 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. نعم.
فهو كان النادي الاهلي الصراحه مجلس الاداره كان الدعم الاول ليا ان انا اخد الخطوه دي، وان هو ينقل لعيب من ابنائه في حته في اوروبا، وحته مش سهله، حته كبيره، نادي كبير. نعم. طبعا بعد ما خلاص الموافقه اتاخدت، كان وجهه نظره الفنيه ان هو محتاجني في بطوله افريقيا دي. فطبعا كان في بقى المفاوضات ما كملتش قوي مع النادي الثاني، عشان النادي الثاني كان عايزني انا يعني ابقى معاه بالظبط، كان عايزني باسرع حاجه في يعني اسرع وقت، عشان هم دلوقتي بيلعبوا نهائيات بطوله شرق اوروبا. نعم. فكان في تعارض مع البطولتين، فطبعا ما حصلش توافق يعني في التعاقد، فقررت ان انا خلاص ان انا هاخر ان انا افكر في موضوع الاحتراف ده سنه كمان، وربنا يكتب الخير يعني ان شاء الله. نقول احلام مؤجله. احلام مؤجله. مباراه بس طبعا انا انا وجودي في النادي الاهلي ده لوحده بالنسبه لي دي حاجه كبيره بالنسبه لي، يعني زي ما بقول لحضرتك ده النادي اللي انا اتربيت فيه في الاول والاخر. مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، والزمالك فريق قوي، فريق عظيم، يعني من اقوى الاجيال في تاريخ نادي الزمالك، شايفها ازاي؟ طبعا مباراه الزمالك مش تبقى مباراه سهله خالص. نعم. انت داخل تلعب سوبر افريقي مع غريمك في مش هنقول غريمك، مع نعم. مع المنافس بتاعك في نعم. في مصر وفي افريقيا. هو دلوقتي كل افريقيا هي اهلي وزمالك. نعم. وافريقيا كلها هو منتخب مصر. نعم. كره اليد. فانت داخل تلاعب فريق فيه عناصر كتير جدا من المنتخب. نعم. فيه خبرات كبيره جدا، وانت كفرقه عندك برضو خبرات كبيره. بلس ان انت عندك لعيبه كتير جدا اول مره في حياتها تشارك في بطوله زي دي. نعم. او في مباراه زي دي بقوه دي بتطلع كاس عالم انديه. اقدر اقول ان البطوله اللي احنا خدناها دي الحمد لله النهارده هي خطوه من خطوات ماتش السوبر. هنفرح. نعم. عشان ده حقنا على نفسنا، حقنا على نفسنا ان احنا نفرح. نعم. بس بمجرد ما خلاص رجعنا مصر بدانا اول تمرين، الفرحه خلاص خلصت، تركيز في ماتش السوبر، وان شاء الله يبقى ربنا يكرمنا يعني ونقدر ان احنا نكسب ماتش السوبر ونطلع كاس العالم للانديه. المنافسه الدائمه بين عصام الطيار وكريم هنداوي، هل كريم هنداوي اصلا بالنسبه لك كان مثل اعلى، والنهارده ان يبقى في تنافس شايفها عامله ازاي؟ طبعا انا دي اول مره بقى يعني اول مره العب ضد كريم في ماتش واحد. نعم. مش عارف الشعور عشان لسه ما جربتوش يعني، بس نعم. في الاول وفي الاخر كريم هيفضل هو مثلي الاعلى يعني، عشان في يوم من الايام. نعم. كنت ماسك ايديه في الطوله هنا في مصر يعني. بتمنى لك التوفيق يا عصام ان شاء الله، والف الف مبروك، وبارك للكابتن طارق محروس مره ثانيه، وبارك لكل زملائك، وان شاء الله باذن الله انتوا والزمالك تمتعونا بمباراه حلوه تليق بمستوى كره اليد المصري يعني العالميه اللي وصلت لها لعبه كره اليد في مصر. ما شاء الله كنا قريبين من وصول السيمي فاينل في كاس العالم، ووصلنا السيمي فاينل في الاولمبياد، وكنا قريبين من الوصول للمباراه النهائيه والحصول على الميداليه البرونزيه، لكن نالوا احترام العالم اجمع. مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى مباراة طيبة تجمع ما بين الاهلي والزمالك في سوبر كرة اليد الافريقي المقام على ارض مصرية. هذا السوبر كان المفروض ان يجمع ما بين الزمالك بطل دوري افريقيا للابطال، والنجم الساحلي كان بطل النسخة الماضية من دوري افريقيا لابطال الكؤوس، لكن النجم الساحلي اعتذر، وبالتالي دخل النادي الاهلي مكانه. كل التمنيات الطيبة بإذن الله للجميع، ونشوف حاجة محترمة. طيب النهاردة كانت في حاجتين أو ثلاث حاجات مهمة في نادي الزمالك. زي ما قلت لكم في الموجز، أعلنوا الوزارة أنه الانتخابات يوم 19 من نوفمبر. انتخابات في الزمالك أعتقد بتجرى لو تبقى للائحة الاسترشادية تبقى على يوم واحد. اللائحة القديمة كانت على ثلاث أيام، ده خلاص لأنه اللائحة دي ألغيت بحكم القانون، فاللائحة الجديدة يبقى يوم واحد الجمعة 19 نوفمبر. بيحصل ايه عشان حضراتكم تبقوا عارفين؟ هي الجمعة واحد يتم الدعوة الجمعة 1 اكتوبر من العام الجاري بالجرائد الرسمية والموقع الالكتروني، وتجرى يوم 19 الاعلان، ثم اجراء الانتخابات. وده خطاب تم ارساله الى مديرية الشباب والرياضة. واحد، الوزارة ممكن ترد تقول له اوكي موافقين،
او ما تردش، لو فات 15 يوم زي ما قلت في المقدمة وما قالتش ما اتكلمتش، ده هنا الصمت ده هو القبول. لو قالت ردت قالت في ملاحظات في مش عارف ايه، خلاص يبدأ هنا يبقى في كلام. لو انه لا قدر الله لا قدر الله الكورونا زادت، ممكن يكون هناك في قرارات من الدولة، واحنا قلنا اي قرارات امنية او صحية تعظيم سلام مش يقدر يفتح بقه معها. تمام كده، مليون في المية كلام مظبوط 100%. طيب الجدول الاعمال، النظر في تقرير مجلس الادارة، برامج النشاط، خطة العمل، اعتماد الموازنة، الحساب الختامي، مشروع الموازنة، انتخاب مجلس ادارة طبقا للائحة الاسترشادية اللي بيصير عليها النادي حاليا، وموضوع مراقب الحسابات وتحديد مكافئته. مين اللي هيترشح بقى؟ ده لسه كلام كتير. مين اللي هيترشح؟ ده لسه كلام كتير جدا جدا جدا، ولسه هيتضح خلال الفترة القادمة. اللجنة الحالية عملت شغل محترم جدا، تتمتع باحترام الجميع، كان لها دور كبير جدا في إعادة الانتصارات إلى نادي الزمالك وآخرها بطولة الدوري العام. عايز بس أفكرك إنه الزمالك هذا الموسم حصل على بطولة الدوري العام، حصل على بطولة دوري السلة، حصل على بطولة دوري إفريقيا في السلة، حصل على دوري الهندبول، حصل على كأس الكرة الطائرة. دي في اللعبات الجماعية يعني. وآسف لو كنت ناسي بطولات تانية في لعبات تانية يعني. لكن ده اللي الزمالك حصل عليه هذا الموسم. وده بالتأكيد برضه عشان الواحد ما يكونش ما بيظلمش حد، نتاج عمل سنوات يعني. لكن اللجنة الحالية في الفترة القليلة اللي أدارت فيها يعني كان عندها هدوء، كان عندها ثقة، كان عندها ذكاء، وبالتالي وصلت إلى هذه النجاحات. طيب في حاجة تانية مهمة في الزمالك، وهي موضوع بن شرقي وموضوع النجاس. موضوع بن شرقي المؤكد انه في جلسه هتجمع اداره النادي مع اشرف بن شرقي اول ما يرجع من المغرب، لانه اشرف موجود في الفرقه اللي موجوده في التصفيات. المصدر قال ان الجلسه دي من الممكن انها تشهد توقيع اشرف بن شرقي. هم بيخلصوا ملف التجديد من اوله لاخره يعني. الاداره هي في ازمه كده، ازمه الشرط الجزائي دي اللي عطلت التجديد الفترة اللي فاتت. هو كان حاطط شرط جزائي، وكان كاتب كمان، كان حاطط اذا النادي اتأخر يوم واحد على المستحقات من حقه انه يفصل يعني. وقالوا كمان ان الشرط الجزائي يكون مناسب لمدة التعاقد واللي اتبقى منها، يعني ممكن يكون فاضل له مثلا شهر ولا شهرين يبقى شرط جزائي بالكامل، ده مش مظبوط يعني. واللي يتناسب مع قيمة أشرف بن شرقي يعني، مش قيمة ضعيفة ولا حاجة يعني، مستحيل يعني. على فكرة برضو هذا المصدر قال لنا وأوضح لنا أن كل الأمور اللي أثيرت عن أنه طلب راتب مالي ضخم وأنه طلب زيادة 100%، هذا الأمر غير صحيح، وأن الزيادة الطبيعية جدا من 20 إلى 25%. انا ما بحبش اقول ارقام، لكن ما ذكر لينا من ارقام انه هيقترب من $1.5 مليون سنويا. ده بالنسبة لاشرف بن شرقي، لانه ده خبر بيهم كل الزملكاوي. نروح لحمدي النجاس. برضو كانت في جلسة النهاردة مع حمدي النجاس، التفاوض بشأن عودته من جديد لصفوف نادي الزمالك، والتفاوض يعني تنازله عن قضيته على النادي. هو ليه $1,300,000، ده رسمي. الزمالك عرض على النجاز انه يتنازل عن القضية مقابل عودته وياخد راتب اعلى مما كان يتقاضاه. حمدي قال لهم لا، ان انا اتنازل ده مستحيل، لكن انا اتنازل عن جزء من مستحقاتي ده مقبول جدا. بالمناسبة حمدي عنده عرض مصري، ما بتكلمش على بيراميدز، قلت الكلام ده امبارح وباكده تاني النهاردة، عنده عرض مصري. وحمد وانا على يقين يعني معرفش يعني انه من الصعب جدا انه حضرتك تتعاقد مع 2 لعيبة في مركز واحد واتنين اجانب بالصدفة، هما توانسة، وعلى راسنا من فوق اخواتنا التوانسة، اي حد من اي بلد عربي افريقي اي حد، كلهم اخواتنا واشقائنا يعني.
لكن انا اجيب المسلوسي وبقى يلعب اساسي ومشي بشكل كويس جدا في النهايه, وبعدين اجيب النجاز والاثنين في باك رايت, وعندي كمان حازم امام باك رايت وهو من كباتن الفريق, وبمشي احمد عيد اللي هو باك رايت, صعبه 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 كتير جدا يعني. فتصوري انه الامر صعب, ده تصوري يعني. برضو مصدر داخل نادي الزمالك قال ان اجراءات اتمام انتقال محمود شبانه لاسوان يعني متاجله شويه, لكن هيتم انهاء الاجراءات من اسوان يعني من اسوان للزمالك هتاجل شويه لكنه بيخلص. هي الموضوع مادي, الموضوع مادي من النهايه يعني, قصة أسوان هبط هذا الموسم ما عندوش إمكانيات مادية, فلما تيجي فرصة للعيب زي شبانة طبعا ألف مليون مرحبا, بس اديني بقى فلوس عشان أعرف أصرف, ما هو من لحم الحي هيجيب منين. فخلاص المبلغ بيتظبط, فاضل بقى الإجراءات الأخيرة للتوقيع, فاللي أخر شوية موضوع إنه المادة لكن خلصت تماما يعني, فيبقى اجراءات التوقيع فقط لا غير. برضو كمان الجهاز الاداري النادي الزمالك اخطر كل لاعبته المعارين بالعوده للفريق والانتظام في التدريبات اللي هتبدا يوم الاحد بعد ما الراحه اللي حصل عليها الفريق خلصت. يعني مصطفى فتحي بعد ما يخلص معسكر المنتخب من الجابون يرجع, كريم بامبو يرجع, ونجم يرجع, محمد صبحي يرجع, عمر السعيد يرجع. هتقول لي يا ابني ده انت لسه قايل كريم بامبو في البنك الاهلي. نعم بس انت بتاعي, اذا خلصت اجراءات انضمامه للبنك الاهلي قبل المعسكر او قبل التدريب الف مليون سلامة, وكل المؤشرات بتقول انه تمام خلاص راح البنك الاهلي, خلاص ثلاث سنين مضى في البنك الاهلي. لكن الزمالك كان بعت خطابات لكل اللعيبة تمام التمام, تمام ناخد سيادة اللواء اشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الاهلي. سيادة اللواء مساء الفل على حضرتك, كل سنه وحضرتك طيب جداً جداً وانت جداً كمان, والف ربنا مبروك. ربنا يقويك والله, ربنا يبارك فيك ربنا. لا والله يا فندم الحقيقه انتوا عملتوا شيء رائع هذا الموسم, ويكفي النتائج أحمد. الاخيره الفريق اعتقد اخر 7-8 ماتشات لم يخسر, عشرة ما شاء الله, تعادل مع الاهلي, تعادل مع الزمالك, تعادل مع بيراميدز, فوز على انديه كبيره جدا, والبقاء بجداره. اول سنه دايما يا سيادة اللواء اعتقد بتبقى اصعب سنه. والله يا كابتن احمد احنا كمان اللي صعبها علينا زياده ان احنا ما جمعناش نقط كافيه في الدور الاول, صح, فده صعبها علينا في الدور الثاني, وبدا القلق يتسرب الي. ويعني بعد ما كنا احنا يعني قبل الموسم متطلعين الى مركز متقدم بدانا نقول يعني نتطلع الى البقاء. نعم لكن ان شاء الله باذن الله يعني هنبدا من حيث انتهينا السنه دي ونبني على اللي احنا قفلنا عليه, وان شاء الله باذن الله يبقى الهدف اللي احنا ما حققوش السنه دي نحققه السنة الجاية في مركز متقدم بإذن الله, ويبقى أداء ونتيجة. طيب يعني حكاية ضم كريم بامبو بعد تألقه بشكل رائع, هل المفاوضات خدت وقت طويل مع نادي الزمالك ولا كانت سهلة؟ لا والله كانت سهلة, وبس يمكن هو كمان اللي أخرها شوية, إن هم كانوا يحسموا الموافقة النهائية مع المدير الفني وهو كان موجود خارج مصر. نعم لكن هي كانت سهلة جدا, وكان في يعني تعاون ممتاز ما بيننا وما بين يعني اللجنه البرئاسه الكابتن حسين لبيب, وانا يعني بقدم لهم كل الشكر على التعاون معانا. طيب باللاعبين الجدد اللي هينضموا البنك الاهلي, لان السنه اللي جايه فيها منافسه شرسه يا سياده اللواء. بالتاكيد يا كابتن احمد. نعم ان شاء الله باذن الله. يعني انا ما بقدرش اتكلم على الحاجه الا لما تتم, لكن احنا شغالين ان شاء الله طبقا لرؤيه الكابتن خالد جلال. نعم وطبقا للاحتياجات اللي هو عرضها على لجنه الكره وعلى مجلس الاداره. وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا وننجح ان احنا نقدر ان احنا يعني نضمها له باذن الله. ما تردد ان محمد هلال واحمد سعيد واسحاق يعقوب انضموا بصفه رسميه لنادي البنك الاهلي, صحة هذا الكلام؟ مظبوط رسميا تم توقيع العقود وتم انضمامهم بشكل نهائي وحصلتوا على الاستغناءات. بس هو اسحاق يعقوب موجود بره مصر. نعم لكن هلال واحمد سعيد خلاص. هل في تدعيمات جديده يعني, هل في يعني اسماء ممكن حضرتك تقول لنا عليها يا فندم؟ يعني ان شاء الله هو باذن الله مبدئيا بقيه المعارين اللي كانوا عندنا ان شاء الله هيكملوا معانا, هينضموا للنادي باذن الله. زي مين يا فندم؟ احمد ياسين من المقصه باذن الله. لعيب كويس.
ومحمد فتحي من بيراميدز باذن الله. دول هينضموا بشكل نهائي برضو باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. انا برضو سامع انه هيبقى يكون في جلسه كمان مع اداره نادي الزمالك للاستعانه ببعض من اللاعبين ولو حتى على سبيل الاعاره الموسم المقبل، صح هذا الكلام يا فندم؟ بس احنا مأجلينها يا كابتن احمد لغايه ما هم يحسموها بشكل نهائي مع المدير الفني بالنسبه للاسماء دي في نادي الزمالك. نادي الزمالك ابرز الاسماء اللي البنك الاهلي وضع عينه عليها يا فندم. مفيش، هو بس احنا الاول يعني الكابتن خالد هيحدد لنا المراكز ونبدا نشوف ايه المتاح في المراكز اللي هو قايل لنا عليها. ان شاء الله هنقعد يوم السبت باذن الله، واول ما يقول لنا المراكز اللي هو محتاجها ونشوف ايه المتاح من اللاعبين في مختلف الانديه، ونبدا ان شاء الله نكمل استكمال بقيه الصفقات بتاعه النادي. طيب سؤالين مهمين، بتفضلوا الاعاره ولا الشراء بشكل نهائي؟ لا والله انا بفضل الشراء بشكل نهائي. نعم، لكن في بعض الانديه ما بيوافقش. نعم، بيفضل هو بالنسبه له هو الاعاره. نعم، وانا بالنسبه لي في الاخر احتياجي للاعيب ما عنديش مشكله ان انا اخده اعاره او اخده بيع، لكن انا بفضل ان هو ينضم للنادي على طول. في احتمالين لبدايه الموسم، احتمال انه الكاس يستمر من 23 او 24، واحتمال اخر وبالتالي يتم تاجيل بدايه الدوري الى النص الثاني من اكتوبر، واحتمال اخر انه الدوري يبدا مبكرا في سبتمبر في 22 او 23 24. ايهما افضل بالنسبه للبنك الاهلي؟ والله حقيقه انا يعني الفتره اللي احنا هناخدها راحه دي لو الموسم بدا اخر سبتمبر هيبقى بالنسبه لي يعني مش هيعمل الضغطه اللي احنا ضغطناها جامد السنه اللي فاتت. انا كنت بلعب مباراه كل 3 ايام. صحيح. كنا بنلعب يوم الاربعاء ونلعب يوم السبت، وكنا بنضطر نعمل الاستشفاء بتاع اللعيبه يا كابتن احمد في غرفه اللبس بعد الماتش. ده صحيح، لان ما عندناش مفيش وقت خالص. صحيح، عندك يوم بس تدريب واليوم اللي بعده معسكر واليوم اللي بعده ماتش. صح. فانا كل ما الدوري بدا بدري وفتره الراحه اللي هي من دلوقتي لغايه 21 او من يوم 28/8 لما خلصنا اخر ماتش ويوم 21 ويبقى نسبيا المباريات مش مضغوطه، اعتقد ان هو هيبقى افضل، وكمان مع الارتباطات الكتيره جدا اللي موجوده في خلال الموسم اللي جاي. التجديد للكابتن خالد جلال اعتقد ده كان اقل كلمه شكر ليه، الراجل عمل مجهود كبير جدا مع الفريق يا فندم. بالظبط يا كابتن احمد، والحمد لله على طول احنا الموضوع يعني كان محسوم بشكل نهائي. نعم، وبدانا على طول بعد ما خلصنا اخر ماتش مع الزمالك ان احنا نتكلم في الشكل بتاع الفريق السنه اللي جايه. يعني كان الموضوع بالنسبه للكابتن خالد جلال بعد الاداء المشرف والجهد اللي بذله كان موضوع محسوم. كيان استثماري جديد زي فيوتشر اللي اعلن عنه بالامس يا فندم. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني كيف اضافه قويه للكره المصريه ان شاء الله. بتعتقد انه المنافسه السنه الجايه وجود انديه استثماريه بيدي اضافه لكره القدم المصريه يا فندم؟ والله هي اضافه من غير يعني موضوع الاستثماريه ده. نعم، يعني موضوع ما مش مرتبط قوي بالاضافه. نعم، لان احنا شفنا برضو حاجات كانت يعني استثماريه ويمكن لم ما كانش النتائج. نعم، على نفس المستوى. نعم، لكن طبعا هي اضافه قويه بالتاكيد، ومنافسه كلها في الاخر هتصب لصالح المنتخب ولصالح الكره المصريه بصفه عامه ان شاء الله. فخري وشادي رضوان اللي كانوا معارين من النادي الاهلي سيعودوا من جديد الى النادي الاهلي ان شاء الله. شادي خلاص تم الاتفاق مع النادي الاهلي على استمرار اعاره شادي. استمرار اعارته عندكم؟ استمرار اعارته عندنا ان شاء الله. وفخري؟ وفخري هيرجع. هيرجع مره ثانيه. بشكرك سياده اللواء وببارك لك مره ثانيه، الحقيقه شيء رائع وجميل جدا. كل الاحترام جداً. كل الاحترام. دعم حضرتك دايما. بشكر حضرتك يا فندم. سياده اللواء اشرف نصار حقيقه رئيس النادي البنك الاهلي، شخصيه محترمه جدا جدا جدا، شخص يعمل في هدوء وباحترام وبادب شديد جدا. هي يا جماعه والله في قيادات رياضيه ممتازه موجوده. يعني برجع بكمل نادي الزمالك، برضو مصدر داخل نادي الزمالك قال انه اداره النادي رفضت تماما مناقشه استقاله الكابتن احمد عبد المقصود المدرب المساعد في الجهاز اللي كان قدم استقالته، وادته مهله اسبوع عشان يتراجع عن الاستقاله. كمان قالوا انه الاداره يعني اجلت فكره انها تدور على مدرب بديل، وما اكثر ابناء نادي الزمالك لحين يعني ما يقبلوا استقالته بشكل رسمي او انه يعدل عنها، وانه كل ما اثير حتى الان عن اسماء هو امر غير صحيح على الاطلاق. يعني ده اخر شيء او اخر ما يخص نادي الزمالك، اخبار طازه كلها.
في الإسماعيلية خبر سعيد لإيهاب جلال والنادي الإسماعيلي بعد شد وجذب. مش احنا اللي قلنا ده، الكابتن حمد إبراهيم اللي قال والكابتن إيهاب اللي ألمح. كابتن حمد قالها بوضوح جدا يعني انه كابتن إيهاب لن يستمر، لكنه الحقيقة اعرف دور كابتن كده، كابتن علي أبو جريشة، كابتن عماد سليمان، سيادة النايب محمود عثمان، وسيادة النايب أحمد عثمان. هي بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، وبالتالي بقي إيهاب جلال في النادي الإسماعيلي. الإعلان الرسمي سيكون خلال أيام. الإسماعيلي بيستهدف 8 أو 9 لاعبين خلال الأيام القليلة القادمة طبقا للرؤية الفنية للجهاز الفني. وخلاص يعني إيهاب مكسب كبير جدا لأي نادي، لأي نادي. إيهاب جلال أنا من وجهة نظري من المدربين المحترمين، مدربين الدرسين، من المدربين الموهوبين. يعني على فكرة كان هناك تواصل أكتر من مرة بين إيهاب جلال وبين نادي بيراميدز، وكل ما بيقربوا تحصل حاجة تبعدهم، كل ما بيقربوا تحصل حاجة تبعدهم. هو احتراما للنادي الإسماعيلي واحتراما أنه كان موجود رفض أنه يسيب النادي وكمل مع نادي الإسماعيلي. تكيس جونياس الحقيقة الدنيا اتغيرت تماما معاه بعد التعادلات تعادلات تعادلات، وكان في مباراه هزيمه اتقلبت الايه، بقى مكاسب، بقى عروض طيبه، فاسهمه عليت جدا. فتكيس جونياس بعد ما كان خلاص ماشي قاعد، الحقيقه عمل شغل كويس قوي في الاسابيع الاخيره، وإيهاب جلال كمان قاعد، والقصه بتبان دلوقتي في موضوع المدربين. الشكل خلاص بقى واضح تماما بالنسبه ل السادة المدربين. تعالوا نروح للنادي الأهلي. يا جماعة في ناس حياة بتطلع خبر هنقول بتجتهد، بس بيطلع النفي مرة واثنين وثلاثة واربعة، وتظل الناس على نفس النهج برضو، انه يعني مثلا في حاجات كده لا يمكن ان تصدق، منها اعارض بدر بنون. انت لحد اسبوعين ولا ثلاث اسابيع ولا شهر كنت تقول بدر والاهلي وكسب لعيب ويبدا هجمه وعامل شغل جميل وعامل شغل رائع، طيب فل. ايه اللي هيخليهم يعيروا بدر بنون؟ يعني مش انه جاله كورونا، انه في ماتش او ماتشين او ثلاثه ما كانش موفق يعني؟ فبالعقل ما ينفعش. الثانيه طاهر محمد طاهر، ولد شاب صاعد لعب ماتشات كتيره جدا كويسه وسجل اهداف وصنع اهداف، ومباراه وفق ومباراه لم يوفق، لكن كل الناس شايفه انه ما شاء الله لعيب كوره. هو الاهلي كسب افريقيا وكسب كاس وكسب سوبر وكسب ايه تاني يا جماعه قولوا لي؟ يعني خسر دوري وخد ميداليه برونزيه في كاس العالم، ثالث دوري عام، خسر الدوري العام. ما هو ثالث دوري عام، ثالث بطوله عالم ده بالنسبه لنا يعني حاجه جميله جدا يعني. خسر دوري، خسر قدام الزمالك، يعني الزمالك نادي كبير وعظيم يعني، وخسر في الاسابيع الاخيره يعني مع موسم مرهق متعب جدا، اكتر نادي لعب فيه النادي الاهلي. يبقى طاهر ماشي وكهربا ماشي وبدر بنون ماشي، و طيب بقى خد بقى اقول لك انا كمان، والشناوي ماشي واكرم توفيق ماشي وايمن اشرف ماشي وقفشة ماشي، خلاص بقى، وعمرو السوليه ماشي وعلي معلول ماشي، هنمشي بقى يعني بالمنهج بتاعكم ده يعني؟ مفيش كده يا جماعه في الدنيا. مفيش فريق بيكسب على طول، مفيش فريق بيخسر على طول. يعني في كلام دايما بيتردد على بعض الاسماء ماشي، حسين الشحات برضه والناس ينفوا وخلاص، وخلصنا موضوع السعوديه والقيد قفل في السعوديه. الشناوي مفيش يا جماعه، مفيش سعوديه. الشناوي بيكتب تاريخ له مع النادي الاهلي ومع منتخبنا الوطني، سواء لو احترف في اي حته، هو حارس مرمى المنتخب لكنه بقى كابتن النادي، بقى ايقونه لجماهير النادي، دخل من ضمن العظماء اللي حرسوا مرمى النادي الاهلي واللي تولوا واللي بقى لهم شارة كابتن للنادي الاهلي. لكن برضو اصرار عنيف جدا وعجيب جدا على انه ده يعني. طب لما انا بقى الاقي الشناوي ماشي وحسين الشحات ماشي وبدر بنون ماشي وكهربا ماشي
وطاهر ماشي وعمرو السولية مش هيجدد وعلي معلول مش هيجدد ومين تاني يا جماعه؟ يعني طب الاهلي هيلعب بمين السنه الجايه ان شاء الله؟ وقفشه جاي له عرض تركي ومحمد شريف جاي له عرض تركي، كل ده اتقال خلي بال حضراتكم. طب لو انا صدقت كل الكلام ده الاهلي هيلعب السنه الجايه بمين بقى ان شاء الله؟ او الموسم اللي جاي اللي بعد ايام بمين؟ حد يرد عليا بس. فمش كل واحد يا جماعه يعني، ما احنا بنجتهد ساعات وبنخطئ يعني عادي، وبنطلع تاني يوم نصلح لو عندنا خطا، وهذا فيما ندر يعني. فنرجو بس الله يخليكوا انه القصه ما تبقاش بالشكل ده. يعني انا مثلا في موضوع حراسه المرمى قلت لكم في كلام، وقلت لكم المهدي مش مهدي بعيد الاقرب بسام، وممكن تكون المفاوضات توقفت كمان جايز. الاهلي يعتمد على حراس، وان كان في حراس بيفضلوا الاعاره، لكن طبقا لرؤيه النادي وطبقا لحاجه النادي واللي النادي هيطلبه هو اللي هيحصل في الاخر. فمش معقول يا جماعه كل شويه، بعدين كل شويه انا هيطلع مصدر يكذب، هيطلع مصدر يكذب، هيطلع مصدر يكذب. امر مش يعني الحقيقه مش منطقي، مش فاهمه خالص يعني. ألف سلامة على أكرم توفيق. بحاول أجيب الدكتور محمد شوقي والدكتور أحمد أبو عبلة عشان بس يقول لنا القصة عاملة إزاي. بس الحاجة اللي عجباني إن الأهلي بيصنع ماسك في أوروبا، وده مهم قوي يعني. بدأ التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا الأمر من أجل تصنيع الماسك الخاص باللاعب بعد الحصول على المأساة الخاصة به تمهيدا للحصول عليه في أقرب وقت ممكن، تمهيدا لارتدائه عقب انتهاء فترة الأسبوعين. وده مهم جدا. هو الفحوصات قالت انه عنده شرخ في عظمة الوجه، ولازم دكتور تجميل يخيط موضع الجرح كده بعملية تجميلية، لكن تدخل جراحي لا، في علاج اسمه علاج تحفظي كده شغال بيه يعني. فربنا يعني ان شاء الله يعديها على خير. هو راجل، هو اكرم الحقيقة، كلنا رجالة طبعا، لكنه يعني من اللعيبة اللي هو بتحس انه متحمل مسؤولية، والناس كلها بتحبه والناس كلها بتقدره لانه يستحق هذا الامر يعني. نجمنا محمد النني كان في اصابه منعته من المشاركه او من السفر للمشاركه في مباراه الجابون. الف سلامه عليك يا نني، ان شاء الله تقوم لنا بالف سلامه وترجع لنا بالف سلامه، وان شاء الله البركه في كابتن محمد صلاح اللي هيلحق بالبعثه غدا باذن الله. اما رمضان صبحي، وزي ما قلنا امبارح كنا مختلفين، احنا هنا في الاستوديو بنقول انه رمضان كسر، وزميلنا وليد عبد السلام عن طريق يعني حد في المنتخب بيقولوا لا ده مجرد كبيرة. فرمضان نفسه اللي كان بيقول لك كابتن فضل انه عنده كسر يعني، وبالفعل كسر ثم أشعة ثم جبس ثم استبعاد، هو مش استبعاد لسوء المستوى الله لا قدر، لا استبعاد للإصابة. ألف سلامة رمضان، وترجع لنا برضو بألف سلامة يعني. رغم الإجهاد اللي في العضلة الخلفية اللي عند فتوح إلا إنه موجود ومسافر، بس يعني هيسافر الجابون، لكن ده غالبا يعني هيصعب مشاركته في اللقاء، هيصعب مشاركته في اللقاء. لكن الحمد لله في نجمنا أيمن أشرف، نجمنا محمد عبد الشافي، وإن شاء الله نتمنى للجميع التوفيق. هقف شوية عند موضوع أكرم مصطفى محمد. أنا من الناس المعجبين جدا بمصطفى محمد، أنا معجب بيه لعدة أسباب، لأن أنا متابعه من أيام الداخلية وأيام طنطا وأيام طلاع الجيش، ودايما كنت بتكلم عليه يعني. مصطفى انتظم في التدريب الحمد لله وحالته كويسة. اللي حصل لمصطفى كلاعب إنه راح فرنسا، نادي بردو، نادي محترم، نقلة حلوة، دوري بقى فيه ميسي، بقى فيه نجوم كبار جدا، وبالتالي كان هيلعب في يوم من الأيام قدام ميسي في الدوري الفرنسي. باظت، لم تنجح، فشلت، لم تتم، أي حاجة عايز تقولها قولها. صفقة انتقال مصطفى محمد من جلطة سراي التركي إلى بردو الفرنسي، ورجع الولد يعني حظه سيء مع جلطة سراي، ما راحش مع المنتخب الاولمبياد وهو كان مهاجم الفريق الاول، لكن ما راحش. طبعا في احمد ياسر ريان وفي صلاح محسن، لكنه مصطفى حاجه عظيمه يعني. ثم
ضاعت عليه كمان مباراة مصر مع أنجولا لأنه كان في فرنسا، لكنه في النهاية مصطفى رجع المنتخب. واحد في سنه ممكن الأمر ده يأثر جدا جدا عليه. أنا هقول نصيحة لمصطفى كابن بقى، أقول له مصطفى وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، والقصص كتيرة جدا اللي موجودة عندنا قدامنا ناخد منها العبر والدروس يعني، وأكم من صفقات فشلت وحاجات في الحياة لم يكتب لها النجاح والتوفيق، لكن سبحان الله كانت بعد كده فتحت خير في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ما تندمش، ما تزعلش، قول يا رب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش الا الخير. ربنا مش هيجيب لك طالما انت كويس، وطالما انت شغال كويس، وطالما انت مجتهد، طالما انت يعني ماشي صح، ربنا سبحانه وتعالى مش هيجيب لك الا الخير. فسيبها على الله كده، ربنا يسترك ويرزقك ويكرمك. فكر في مباراة الجابون، اذا بدأت اساسي، اذا لعبت شوية في المباراة، اي حاجة، تكون ان شاء الله واحد من نجوم منتخبنا الوطني في هذا اللقاء، وتكون واحد من اسباب فوزنا بهذا اللقاء باذن الله. طيب النهارده في اتحاد الكوره، اول مره النهارده ازور اتحاد الكوره منذ ان رحلت عن الاتحاد يعني، وقعدت مع المهندس احمد مجاهد فتره ليست بالقصيره يعني، اتكلمنا في نظام الدوري الموسم المقبل بيفكروا ازاي، حدوته ازاي، لسه ما زالوا في حيره، هل الدوري هيبدا 23 سبتمبر بمباراه السوبر ما بين الاهلي وطلائع الجيش، هل ممكن اللقاء ده تتعمل خارج مصر، انه بدات كده كمان يعني بعض الاحتمالات الضعيفه جدا انه يتلعب خارج مصر، وانه ممكن يبقى خارج مصر يبقى بتحكيم مش مصري كمان، لسه. بوضوح شديد جدا احمد مجاهد بيفضل انه يبدا الدوري، هو مش عايز الزنقه اللي حصلت السنه دي والهجوم العنيف جدا اللي تعرض له واوله مننا احنا، طبعا ده شغلنا يعني، وما ينفعش انه يتكرر تاني مع اجندة ملزحمة جدا. وفي نفس الوقت هو بيقول انه مش عايز في الفترة اللي انا تولدت فيها قيادة اتحاد الكرة المصري انه يتقال ان انا لغيت بطولة بالنارين يعني، لكن هو من جواه بيميل الى الغاء مسابقة الكأس وانتظام موسم يعني، لكن زي ما بقول لحضراتكم بالنارين. حتى لما سالته على السوبر، طب السوبر فيه سوبر معروف ما بين الاهلي وطلائع الجيش، طب ده لو لغيت هتعمل ايه؟ قال لي سهل يعني، هيترحل في اي وقت يتلعب لان دي مباراه واحده. قلت له طب السوبر الثاني يعني مش هيبقى فيه بطل كاس؟ قال لي طبقا للائحه اول الدوري وثاني الدوري يبقى نحن على موعد مع سوبر ما بين الاهلي والزمالك، او ما بين الزمالك بطل الدوري والاهلي ثاني الدوري العام، في حاله الغاء بطوله الكاس، لانه يعني التوقيت صعب، فتبقى اللائحه يبقى زمالك واهلي هما اللي في مباراه السوبر. طب يا عم ما احنا عايزين نعرف، ما هو الناس عايزه تعرف، الدوري في انديه بتشتغل، في انديه تعمل فترات اعداد، في انديه بتعمل انتقالات، في القصه كلها. هو نفسه ما عندوش اجابه حاسمه في هذا الامر، قصه مدربكه بشده يعني. انا اتمنى انه يتم الحسم، لان النهارده حصلت حاجه لطيفه، هرجع للدوري الممتاز ثاني، بس حصلت حاجه النهارده كويسه عجبتني، انه بس في بند كده اتمنع، ما عجبنيش، اللي هو الغاء بند منع المدرب من تدريب اكتر من فريقين في الموسم الواحد. على فكره البند ده خلى الاقالات السنه اللي فاتت قليله شويه، لكنه ماشي يعني، خلاص هم خدوا القرارات. انا بتكلم لو انا موجود عمري ما كنت هلغي هذا البند يعني. اعلنوا الثلاث مجموعات والامر كما هو، مجموعة الصعيد، وده اجمل حاجة حصلت باستثناء نادي الاعلاميين، ومحدش يزعل مني يعني، انه الاعلاميين نادي امكانياته مش قوية
زي الانديه اللي كانت بتصعد، يعني نادي مثلا البنك الاهلي، نادي يعني انديه عندها امكانيات شديده جدا فبتقدر انها تتفوق على الصعيد. فالاسم ان انت عامل مجموعه على الصعيد تفتكر ان ناديت بده من زمان. الشرقيه الدخان مثلا، يعني اخر نموذجين الشرقيه الدخان والاعلاميين طلعوا من مجموعه الصعيد، هم من القاهره ومن الجيزه. وبالتالي انت اسمك بتعمل مجموعه على الصعيد وانت ما بتطلعش حد من الصعيد. فباستثناء نادي الاعلاميين عشان ما يبقاش العدد فردي، وزي بقول لكم الاعلاميين يعني نادي حنين يعني دايما بيطلع في وسط الجدول، يعني مش من الانديه اللي عندها امكانيات كبيره جدا وتبقى منافسه على الصعود. كل شيء جايز طبعا، يعني ما هو نادي كوكاكولا ولا حد كان يفكر انه ممكن يصعد على حساب الترسانه وعلى حساب زد وعلى حساب السويس وعلى حساب الداخليه وعلى حساب بورتو، كل دول كانوا بينافسوا، لكن كوكاكولا صعد يعني. فاعلنوا المجموعات كالتالي: مجموعه الصعيد الالومنيوم، المنيا، الاعلاميين، بني سويف، الفيوم، بترول اسيوط، سوهاج، ديروت، انا، كيما، اسوان، تليفونات بني سويف، المدينه المنوره، البداري، ملاوي، مركز شباب طميه واسوان. دي مجموعه الصعيد. مجموعه القاهره الحقيقه مجموعه نار يا حبيبي نار. الداخليه اللي كان اول الفرق القريبه للصعود الموسم الماضي، بورتو اللي فضل متصدر لفترات طويله جدا، نادي النصر بيظل نادي النصر الحقيقه من الانديه المحترمه جدا، دكتور عمرو عبد الحق عامل شغل هناك محترم جدا، نادي القناه بتاريخه الكبير جدا، نادي بتروجيت بعد الطفره اللي حصلت مع الكابتن ربيع ياسين، منتخب السويس بتاريخه، الترسانه اللي بيبقى مقرب جدا وفجاه تلاقيه الاسابيع الاخيره ما ابتسمتلوش، زد وهو مشروع يعني هل يكتب له النجاح في الصعود الموسم المقبل؟ لا. المريخ سبق له اللعب في الدوري الممتاز، السكه الحديد دوري ممتاز، مسرات صالات اللي عادت مره اخرى وسبق لها اللعب في الدوري الممتاز، بالبيس، بورفؤاد، بنها، الانتاج الحربي، وادي دجله. خلي بالك بقى، يعني انتاج الحربي وادي دجله اللي نزلوا راحوا على مجموعه القاهره، يعني مؤكد انه في فريق منهم هيستمر السنه الجايه ان لم يكن الفرقتين اذا ما حدش منهم طلع. تروح على مجموعه بحري والاسكندريه هتلاقي اسماء كبيره غابت، منها نادي طنطا اللي هبط الى القسم الثالث، حرس الحدود اللي كان ما بينه وما بين الصعود نقطه لكن فاركو قدر ينجح في الاسبوعين الاخرين انه يخطف بطاقه الصعود، بلديه المحله، ابو قير للاسمده، نادي الاولمبي، نادي المنصوره، نادي الدكرنس، نادي الرجاء، نادي الحمام، سبورتنج، دمنهور، كفر الشيخ، المجد، المصري بالسلوم، الصيد بالمحله، بايونيرز والزرقاء. في ضيوف جدد زي الصيد بالمحله، زي المصري بالسلوم، زي المجد، زي بايونيرز، دي كلها فرق ضيوف على هذه المجموعه وعلى هذا الدوري. على فكره الدوري ده صعب جدا 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 جدا، وبيبقى فيه صراع عنيف من اجل الصعود للدوري الممتاز، ولا ابدا يتم تحديد البطل او الصعود الا في اللحظات الاخيره، يعني في الثواني الاخيره من الدوريات دي او المجموعات دي. وده حصل على فكره السنه اللي فاتت مع كل المجموعات، مع الثلاث مجموعات، سواء في الهبوط اسماء كبيره زي جمهوريه شبين خرجت، طنطا خرجت قبل كده كانت كفر الشيخ وعادت، فرق مكافحه زي الجزيره في مطروح خرجت. صعب جدا اللعب في القسم الثاني يا جماعه، من اصعب ما يكون. بنتمنى للجميع يا رب التوفيق. نتائج تصفيات اوروبا لكاس العالم النهارده، بص يا حبيبي، بص يا سيدي، بص يا استاذي، يا صديقي المشاهد وصديقي المستمع، شوف النتائج عامله ازاي. جورجيا بتخسر من كوسوفو 1-0، ماشي. السويد بتكسب اسبانيا 2-1. ايسلندا بتخسر على ملعبها من رومانيا 2-0. ليشتشتاين بتخسر من المانيا، ده طبيعي، كام؟ 2-0 بصعوبه. مقدونيا الشماليه مع ارمينيا 0-0. ايطاليا ابطال اوروبا على ملعبها مع بلغاريا 1-1. وامبارح فرنسا مع البوسنه والهرسك 1-1. ليتوانيا بتخسر من ايرلندا الشماليه 4-1. اندورا بتفوز على سان مارينو 2-0. المجر اللي عملت عروض جيده في البطوله السابقه
بتخسر من انجلترا 4-0، بولندا بتكسب البانيا 4-1، تشيك بتخسر او بتكسب روسيا البيضاء 1-0، استونيا بتخسر من بلجيكا 5-2. مفاجآت بالجملة في كل الدنيا. تصفيات افريقيا، كينيا تعادلت النهاردة مع اوغندا بدون اهداف، وجمهورية الكونغو 1-1 مع تنزانيا، والنيجر 0-2 امام بوركينا فاسو، ناميبيا 1-1 مع الكونغو، مدغشقر بتخسر من بنين 1-0، الجزائر مع جيبوتي 8، والمغرب مع السودان 2-0، معرفش انتهت ولا كان انتهوا عند هذه النتيجة يعني. فاعتقد ارقام بالجملة يعني، وما زالت التصفيات باقية. انا قلت لكم على كل تصفيات اوروبا، لكنه نروح بقى على تصفيات اسيا ونرفع القبعة ونضرب تحية للكرة العمانية. بيفوزوا على اليابان في اليابان 1-0، والله دي حاجة رائعة، حاجة رائعة للكرة العمانية يعني. العراق بتتعادل مع كوريا في كوريا بدون اهداف، حاجة جميلة جدا. ايران بتفوز على سوريا 1-0 بصعوبة بالغة. الامارات بتتعادل مع لبنان في الامارات 0-0، كل التحية للبنان مع الظروف الصعبة، والامارات بكل هذه الامكانات. دايما الكرة الاماراتية بالنسبة لي لغز رهيب جدا، دوري جميل قوي، لكن مستوى المنتخبات هناك لازم وقفة ولازم دراسة، يشوفوا ايه اللي بيحصل في مستوى المنتخبات. استراليا بتفوز على الصين 3-0، والكرة في الصين انهارت تماما. اما السعودية ففوز منطقي على فيتنام 3-1. تصفيات امريكا الجنوبية، بوليفيا الان مع كولومبيا، الاكوادور مع باراغواي، فنزويلا مع الارجنتين، والحقيقة المنتخب البرازيلي عنده مشكلة انه اكثر من 12 لعيب تم حرمانهم من التواجد في المباراة القادمة بسبب برضو القائمة الحمراء والقائمة الزرقاء. حلوة 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 الزرقاء اللي انا بقول عليها دي، اللي عايز اقوله بس خلاها بلاش الزرقاء، خلاها السوداء تبقى احسن يعني، هي القائمة الحمراء يعني اللي بيقولوا عليها. بس اللي انا عايز اقوله انه يا جماعة الخير، المفاجآت كتيرة، الدنيا صعبة، والكرة اتغيرت، وفي حاجات بقت في قوة صغرى كده موجودة في كرة القدم، وده مهم جدا ان احنا ننتبه لده. ده مهم جدا انك تبقى عارف ما عادش فيه. تقول لي ما الجزائر كسبانة جيبوتي؟ جيبوتي لسه على قدها في الكورة، لسه بتقولي هادي، لكن ممكن بعد كام سنة هتلاقي جيبوتي بقت افضل. والجزائر بوضوح كده هو المنتخب الافريقي المصنف الاول حاليا، مجموعة كلها من المحترفين، لعيبة على اعلى مستوى، لعيبة قوية جدا جدا. جمال بالماضي عامل بعد الفوز بالبطولة الافريقية، وده امر مهم جدا بالنسبة للكرة بشكل عام، ازاي تستمر، ازاي تكمل، مش القصة انك تاخد بطولة وتريح، لكنه ازاي تستمر. خلينا رحب على التليفون بالكابتن والصديق العزيز حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. كابتن حسين مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا كابتن شبير، ازيك كابتن شبير؟ ازيك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ زي الفل الحمد لله. اقول لك مبروك على الدوري، دي اول مكالمه تجمعني بحضرتك بعد بطوله الدوري العام. الله يكرمك كابتن، الف خيرك، مبروك لكل الزملكاويه يا كابتن. يعني ده من اكتر الايام سعاده ليك يا كابتن حسين بالتاكيد. ده يعني من احلى الايام اللي في حياه الواحد، يعني ان الحمد لله السنه دي ربنا كرمنا بكل البطولات دي، ده كرم كبير من عند ربنا. كابتن حسين، جماهير الزمالك بتتساءل عن المرحلة القادمة، نبدأ من حيث فريق كرة القدم، ما هو الجديد؟ يعني الجديد ان احنا يعني الحمد لله عندنا فريق كسبان الدوري، فريق قوي جدا بلعبته، وفي نفس الوقت بنحاول ندعم بعض المراكز اللي هي من وجهة نظر الجهاز الفني محتاجة تدعيم، فبالتالي احنا مش بنستعجل في القرارات بتاعتنا كابتن احمد، وبناخد كل حاجه كده بالراحه، وبنشوف احسن حاجه تفيد الفريق بتاعنا وتفيد النادي.
وبالتالي الى الان الصفقه الوحيده اللي احنا اعلنا عليها اللي هي كابتن عمر جمال عبد الواحد، بلس ان المعارين كلهم هيرجعوا ونشوف في الاخر خالص ايه اللي احنا عايزينه والنواقص اللي عندنا والزيادات، بحيث ان قدامنا تقريبا يعني اولموست شهر نظبط بيها المراكز اللي احنا محتاجه تدعيم. طيب انما كاسماء انا مش متعود اقول اسماء غير فقط اللي احنا يعني مضينا معاها. جماهير الزمالك بدات تقلق انه حضرتك قصه انك مش هتقول اسماء او فالناس بداوا يقلقوا انه خاصه ما يشاع عن الازمه الماديه اللي موجوده داخل نادي الزمالك من غير ما تقول اسماء، هل تم مثلا يعني في كلام دلوقتي انه شبانه لاعب اسوان، على فكره لاعب كويس قوي مش لازم يكون يعني كان فين، ما هم الونش كان جاي من طلاع الجيش والنهارده هو احسن مدافع في مصر، هل ما قيل عن شبانه انه تم الانتهاء من كل الاجراءات وسيتم اعلان التعاقد معه هذا قريب ولا لا يا فندم؟ انا بسمع اسماء كتير قوي يا كابتن شبير، يعني احنا اشترينا تقريبا نص لعيبه مصر وبعنا نص الثاني مش هقدر اقول اسماء دلوقتي، انما احنا شغالين صح، ده اللي اقدر اقوله واطمن بيه جماهير نادي الزمالك، لم نقصر ابدا في دعم فريق كره القدم، بس يعني لنا وجهه نظر مختلفه شويه ان احنا بنشوف الاصلح من وجهه نظر الجهاز الفني والاداره، لان ده قوام فريق بيقعد ان شاء الله. نعم. وتخطيطنا ان احنا يعني بجد يبقى الفريق قوامه متماسك لعدد من السنوات، انا مش بتكلم على لاعب يجي مثلا فترة معينة ولا حاجة، لا بنتكلم ان قوام فريق نادي الزمالك يصبح يعني قوي، وفي نفس الوقت يبقى فيه استقرار، والاستقرار ده انا في رأيي ما ينفعش ان انا اجيب مثلا 7-8 لاعبين واجدد الفريق ليه كل ده، انا عندي فريق قوي متماسك وبنشوف المراكز اللي هي ناقصة عندنا ونكملها. طيب. عشان نفضل محافظين على ان الفريق متناغم. مهمة جدا برضو، مش الاسماء صحيح. ولا العدد هو المهم، فما بقلقش انا من ان في صفقات او ما فيش صفقات، هو المهم تناغم الفريق بالكامل مع بعضه بحيث يكسبنا بس كده. طيب عندي تصريح على لسان حضرتك عاجل، ان حضرتك ذكرت في التصريحات التلفزيونية ان هناك اتفاق بين حضرتك وبين السيد كارتيرون والكابتن فاروق جعفر والكابتن حسين السيد عن احتياج نادي الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد، وان هناك مفاوضات رسميه مع نادي بيراميدز مع السيد المهندس ممدوح عيد لحسم الصفقه بشكل نهائي خلال الفتره المقبله، بعد علمك ان عبد الله بيرغب في الانتقال لنادي الزمالك. ده مظبوط يا كابتن شبير. نعم. اللي هو احنا بنتكلم مع الاستاذ ممدوح عيد على اساس ان احنا عايزين عبد الله، وان احنا حاسين ان عبد الله يفيد فريقنا السنه القادمه، فبالتالي ده اقدر اصرح بيه طبعا. مظبوط الكلام ده، ومنتظرين راي نادي بيراميدز وراي الاستاذ ممدوح عيد. طب بس المهم يا كابتن حسين، يعني العمليه مقربه، ما هو ده مهم، يعني ممكن اكون بتكلم بس اقول ان الابواب مغلقه، هل الابواب مفتوحه؟ يعني احنا عرضنا ولسه منتظرين الرد، يعني احنا بنشتغل يعني زي ما بقول لحضرتك يا كابتن شبير، احنا بنشتغل اللي هو ايه، احنا بنعرض الحاجه المظبوطه رسميه من وجهه نظرنا بالطرق السليمه وبننتظر الرد. انما عشان الموضوع ده كل الناس بتتكلم فيه، فحبيت بس ان انا اقطعه وابين الحقيقه والواقع فقط. هل بالفعل نادي بيراميدز طلب انها تبقى صفقه تبادليه، يكون في محمد عبد الغني واحمد ابو الفتوح موجودين في الصفقه دي؟ لا انا ما جاليش ولا رد لغايه دلوقتي من نادي بيراميدز خالص، ما فيش اي رد من نادي بيراميدز، لو كان جالي رد كنت هقوله والله. لكن عبد الله السعيد ابدى الرغبه الواضحه في اللعب النادي الزمالك. طبعا هل هذا ومتهيألي اي لاعب في مصر يشرفه يلعب بفريق نادي الزمالك. طيب هل هذا الامر ايضا بينطبق على رمضان صبحي؟ لا يعني انا صرحت باللي انا عايز اقوله. في حاجات تانية مش هصرح بيها بعد اذن. مش هتصرح بيها؟ اذا التفاوض مع بيراميدز فقط حول عبد الله السعيد وليس رمضان صبحي او ابراهيم عادل كما قيل؟ لا الى الان اللي هصرح بيه ان احنا بعتنا رسمي
لنادي بيراميدز. انا كلمت الاستاذ ممدوح عيد وقلت له ان احنا عايزين نستعين بالكابتن عبد الله السعيد السنه القادمه. امتى الموقف يتضح تماما يا كابتن حسين؟ اما هيرد عليا والله. ايوه ما هيرد عليك خلال قد ايه يعني؟ ما بيبقى فيه تايم ليميت يعني. يعني الليميت عندي لغايه 10 اكتوبر على ما اظن اتحاد الكره. ده 10 اكتوبر ممكن لكل لعيبنا 6 ماتشات في الدوري يا كابتن حسين. لا انا فاهمه ان القيد لغايه القيد. انا بتكلم بدايه الدوري ممكن تكون في 22 او 24 سبتمبر. لا ما لسه في كاس يا كابتن شوبير. موقف الزمالك من الغاء الكاس ايه اذا تم الغاء؟ لا يعني خلينا لا نستبق الاحداث. احنا لا خلينا بقول لحضرتك اذا تم يعني انت عندك واحد من اثنين، اما الغاء الكاس واما بدايه الدوري مبكرا. فموقف نادي الزمالك ايه؟ يعني موقف نادي الزمالك بعد اذنك لما يتضح الرؤيه في اتحاد الكوره هنشوف ايه وجهه النظر سواء نعم. من ناحيه اللعب يبقى ما فيش وجهات نظر نعم. ده الصح وده الاصل من المسابقات كلها اللي تم اقرارها من اول الموسم تتنفذ بالكامل. فبالتالي اول ما يتم الاتفاق على ان في كاس يبقى ده ما فيهوش مشكله خالص. لو تم الاستقرار من ناحيه اتحاد الكوره ان ما فيش كاس هندرس الاسباب اللي خليتهم يقولوها، وبالتالي ساعتها هيبقى يبان موقف نادي الزمالك هو معتمد على الاسباب اللي تخليه يلغي الكاس. وانا مش شايف اي سبب يعني يقول ان الكاس يتلغي لان الموسم موسم نعم. الموسم تم اقراره من اول السنه والكل عارف ان في حاجه. يعني هو النهارده مثلا هيلغي ايه؟ يعني ليه يلغي؟ ما احنا خلاص متاخرين. هو ناقص اربع مباريات، الاربع مباريات اكوردنج للجداول ممكن تخلص في 10 ايام او 12 يوم. ما شايف اي وجهه نظر في الغاء الكاس بصراحه. طيب هل بالفعل تم الاستغناء عن بامبو بشكل نهائي النادي البنك الاهلي؟ ايوه يا فندم. تمام خلاص. هل في لعيبه لعيبه اخرين معارين سيتم الاستغناء عنهم؟ اول ما هيحصل حاجه هقول والله. اول ما هيحصل ماشي. طيب بالنسبه لكريم بامبو تم فعلا الاتفاق مع نادي البنك الاهلي نعم ان هو يشتري من نادي الزمالك اللاعب كريم بامبو. التصريحات المتفائله التي صدرت اخيرا حول قرب الاتفاق مع بن شرقي على تجديد العقد والرد على كل الشائعات انه هو بيغالي في مطالبه وان هذا الامر غير صحيح على الاطلاق. لا غير صحيح على الاطلاق. نعم. لا غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح المغالاه ولا التجديد؟ غير صحيح المغالاه ان كابتن اشرف بن شرقي بيغالي في الطلبات. لا هو في بند واحد فقط ان احنا لسه يعني لما يرجع كابتن اشرف بن شرقي يعني بند واحد فقط في العقد هو اللي ناقص ان احنا نتفق عليه. قريب ام بعيد؟ ده سهل بقى. اول ما يرجع كابتن اشرف فوري. هو لا يعني الاجازه كابتن مستر كارتينو مدي اجازه يعني هو نفس مستر كارتينو مسافر والكابتن اشرف مسافر ولما يرجع ان شاء الله هنقعد معاه. احنا زي ما قلنا ما رضيناش نقعد خالص في اثناء الدوري انما حتى لما الكاس هيتلعب احنا في فتره اوريدي موجوده المسابقات كلها على ما اظن واقفه لغايه 21/9 مظبوط نعم قد الكوره صحيح كده فلسه قدامنا وقت يعني قدامنا تقريبا اسبوعين قبل ما يبقى فيه اي مسابقات. حضرتك متفائل؟ جدا في موضوع الحمد لله. في موضوع بن شرقي جدا جدا الحمد لله. جنش باقي اتفضل عشان نادي الزمالك يا كابتن. تمام جنش باقي ام راحل عن الزمالك؟ لا جنش يعني الى الان ما فيش حاجه بتقول هو باقي او بتاع لان زي ما بقول لك احنا يعني عندنا مجموعه من حراس المرمى في رأيي برضو الشخصي هم من أحسن حراس المرمى في مصر مع الكابتن الشناوي من النادي الأهلي. فبالتالي احنا المنظومة حراس المرمى محتاجين ان يبقى ممكن نستغنى عن أحد الحراس. لسه بنقيم الأمر مع مستر كارتيلون وبنشوف الطلبات وبنشوف احنا هنعمل ايه. انما احنا عندنا يعني بامانه افضل اربع حراس في مصر من افضل اربع محمد صبحي محمد صبحي عاد الى الزمالك تماما خلاص طبعا عشان كده بقول احنا احنا كنادي الزمالك عندنا اربعه من افضل الحراس والخامس بتاعهم احمد نادر السيد ولد ناشئ هايل 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 نعم فالحمد لله نادي الزمالك يمتلك واحمد نادر خرج الى فيزيلا البرتغالي وكان موقف جميل من النادي لو فيلو يعني نعم سنه عشان يلعب نعم ويرجع لنا كده زي برضو النظام احنا بنحاول ان كل اللاعبين اللي ممكن ما يلعبش اثناء الموسم ان احنا بنعيره الموسم ده بينضج وبيلعب
فبالتالي بيرجع النادي زي الاخرين كده يعني، يعني بيبقى زي ما بنقول كده اضافه جديده للنادي زمان. طيب بحضرتك هل بتشعر ان هناك حمله موجهه ضد الكابتن فاروق من البعض داخل نادي الزمالك ضد الكابتن فاروق جعفر؟ يعني بيحزنني ان انا اقول كده، كابتن فاروق ده يعني فعلا باخلاص تام وبامانه بيعمل مجهود رهيب عشان صالح نادي الزمالك هو وكابتن حسين السيد، بس يمكن المنظومه اللي احنا بنديل بيها الكوره في نادي الزمالك السنه دي او الفتره اللي احنا قاعدين فيها الناس كلها مش عارفه احنا بندورها ازاي، وانا برضو مش هصرح احنا بندورها ازاي. نعم. انما اللي اقدر اصرح بيه تماما اللي قاله وهو ان كابتن فاروق وكابتن حسين السيد بيقوموا بعمل رهيب لمصلحة نادي الزمالك ومتفاضلين عن الحملة الشنيعة من وجهة نظري اللي هي ضدهم، وبل بالعكس يعني مخلصين لنادي الزمالك ومصلحة نادي الزمالك. كابتن حسين السيد ما بيتعلاش على حد ولا بيكلم كلام مش مظبوط مع حد زي ما الناس كلها بتقول، بل بالعكس تماما كابتن حسين راجل ملتزم وراجل دغري، دغري بمعنى كلمة دغري. فيمكن هذا الأمر اللي بيخلي الناس كلها تقول كده. الكابتن فاروق يعني من افضل الناس اللي عينهم كويسه جدا، ومفيش اللي بيطمن كل جماهير نادي الزمالك، احنا لا نتعامل مع اي وكلاء دايركت اطلاقا، احنا بنتعامل مع اللاعب واللاعب له وكيل او مالوش وكيل شيء لا يخص نادي الزمالك. نعم. انما كل اتفاقاتنا الى الان بتتم مباشره مع اللاعبين، فكل الكلام اللي بيطلع بصراحه انا زعلان منه. نعم. جدا، وكل الناس اللي بتقول كده يعني منافية للحق بصراحة بصراحة يعني. نعم. الموقف النهائي لحمدي النجاز لسه لم يتضح إلى الآن، احنا قعدنا مع كابتن حمدي النجاز النهاردة والموقف النهائي لم يتضح إلى الآن. كابتن الأقرب الأقرب هنعمل اللي فيه في مصلحة نادي الزمالك بصرف النظر مين اللي مبسوط من اللي احنا بنعمله أو مش مبسوط، احنا مش هنعمل شيء إلا يكون في مصلحة نادي الزمالك، هي مش مصلحة فنية فقط. نعم. هي مصلحة فنية ومصلحة إدارية ومصلحة مالية. نعم. الثلاث دول على بعض أما بنلمهم يبقى احنا هنعمل اللي فيه في مصلحة نادي الزمالك. رموز الزمالك كابتن محمود أبو رجيلة، كابتن أحمد مصطفى، كابتن رفاعي وغيرهم الحقيقة مما لا تسعفني الذاكرة يعني، كابتن حسن شحاتة. كابتن حسن شحاتة رمز من الرموز الرائعة والعظيمة. طبعا. يعني هل في نية زي ما سمعت في احتفالية الدوري العام أن يكون هناك تكريم لهذه الرموز؟ يعني التواجد اصلا هم اصحاب الفرح ده يا كابتن شبير. نعم. فيعني اقصد هو تواجدهم ده الاصل، ثم بعد ذلك هم اللي يعني يكرموا كل البشر لان هم اصحاب هذا الفرح، هم الكباتن الكبار بتوع نادي الزمالك، احنا بنكرم كل الناس بدعوتهم لهذه الاحتفاليه. نعم. فبالتالي هم اصحاب هذا الفرح مش اللجنة اللي بتدير النادي، احنا ضيوف عليهم. نعم. هم اصحاب النادي وهم اصل النادي، انت عارف حضرتك ان كرة القدم هي الجماهيرية الاولى لنادي الزمالك، فبالتالي هم اصحاب الفرح. نعم. واسف هم اللي يدعوا الناس مش احنا. نعم. اللي ندعوه. الانتخابات والدعوة الى جمعية عمومية 19 من نوفمبر معناه ان النادي بدأ يستعد الى يعني منحنى جديد. صح. احنا زي ما وعدنا برضو من اول دخولنا ان الانتخابات سوف تقام في موعدها، وسوف نقوم بتسليم النادي 25/11 للمجلس المنتخب اللي هي الجمعية العمومية هتنتخبه، ومتهيألي ده يثبت مصداقيتنا مع كل الناس سواء مع الجماهير او اعضاء الجمعية العمومية. نحن مصرين نمشي في اللي قلناه من اول يوم بمصداقية كاملة. يوم 1/10 هينزل الإعلان، ثم 2/10 يفتح أبواب الترشيح للناس كلها، يتقفل على ما أظن يوم 8. وبالتالي بعد كده بيبقى فيه لجنة مكونة من السادة المستشارين مع الجهة الإدارية بتنقي العضويات. ثم بعد ذلك يبقى فيه برضو الطعون اللي هي على الناس أسماء الناس المرشحة. نعم. وبعدين اللجنة الأولمبية هي اللي بتنظر في هذه الطعون، وبعد كده بيتم الانتخابات يوم 19/11
واحنا نسلم النادي يوم 25 او تستلموا النادي يوم 25/11 يعني يستلموا المجلس المنتخب ان شاء الله. نسلم او نستلم يعني في حالة خوض كل الانتخابات، لانه لا شيء يمنعكم من خوض الانتخابات. لا ما فيش اي شيء يمنعنا من خوض الانتخابات. كابتن حسين بعد التجربة، وبحس بسعادتك دلوقتي في مداخلاتك بتشعر انك يعني حاسس انه ممكن تكررها عن طريق الانتخابات؟ يعني انا سعادتي هي عبارة عن ان انا كان يعني ربنا سبحانه وتعالى واللجنة اللي انا يعني عضو منها وبتشرف ان انا عضو معاهم، ان كلهم النهاردة سعدة ان هم قدروا يسعدوا جماهير نادي الزمالك. يعني احنا بنشوف الفرحة واحنا ماشيين في الشارع، الزمالكاوية كلها مبسوطة. هي احنا ما عملناش حاجة، احنا فعلا بسطنا، لو انا بقول عملنا حاجة بسطنا جماهير الزمالكاوية كلها، ده اكتر حاجة بتسعدنا. يعني بالنسبة للعملية الانتخابية انا بالنسبة لي يا كابتن شوبير برضو هي مش مين يكسب الانتخابات، مين يقدر يضيف لنادي الزمالك. ده صحيح. انا واحد من الناس بقول لحضرتك طول عمري وهفضل دلوقتي بعد ما توليت المسؤولية شايف ان اي شخص، احنا كلنا وده اللي بطلبه من كل الزمالكاوية معاك اهو، كلنا نقف ورا ايا كان اي شخص هو هيجي يخوض سفينة الزمالك، كلنا نقف ونساعده فقط. انا ما بطلبش من الاخرين غير كلنا نقف ورا اللي الجمعية هتجيبه، نقف وراء ونسانده، لان النادي عظيم. وبالتالي لو كلنا وقفنا جنبه بجد بجد يعني هيطلع اعظم واعظم. لم تحسم قرارك بعد؟ لا لسه والله خالص، لان انا يعني زي ما بقول لحضرتك عشان احسن قراري لابد انا عندي هدف معين. والمجموعة اللي هختارها معايا يبقى نفس الهدف وكلنا نتفق على هذا الهدف، وبالتالي لم احسم امري لان هو مش حسين، لا هي مجموعة. النجاح النهاردة بتاع نادي الزمالك لو كان الناس بيعتبروا فيه نجاح في الفترة اللي احنا تولينا فيها، النجاح ده ينسب للافراد بالكامل، سواء من اللجنة اللي بتدير النادي بالكامل، مجهود خرافي، سواء من الاستاذ محمد الاتريبي او مهندس هاني بيرزي، ومعلش هقول اسمائهم بالكامل. طبعا الكابتن طارق جبريل، الدكتور حسين السمري، والدكتور عاطف النمر، وبعدين الاستاذ عمرو ادهم، الدكتور حسام المندوه. يعني كلهم افضل شخصيات قدرت تعمل حاجه في وقت صعب جدا جدا جدا، تكاتفوا، ولا واحد فيهم له اي غرض شخصي اطلاقا. ومش برضه انا نسيت الكابتن حسين السيد معانا. لا ما انت يعني صيدته كتير، اتكلمت عنه كتير يعني خد حقه كتير. كل دول بجد يعني تفانوا في العمل. وفي اي وقت وفي اي دقيقه، وما في يعني يكفيني فخرا ان النهارده بقى لنا 3 شهور ونص جميع قرارات المجلس بالكامل موافقة بالكامل. وكلنا ورا بعض وكلنا مع بعض، ما شفناش اي واحد اختلف في اي شيء، بل بالعكس في تناغم. يعني مجموعة من افضل الشخصيات المنتمية واللي بتحب نادي الزمالك، ولا لها اي غرض شخصي غير خدمة نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكل امنياتي لحضرتك بالتوفيق. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نلتقي مع مدربنا القدير كابتن حمد صدقي.
استحقاقات هامة ومتتالية خلال الأشهر الست المقبلة في طريق استعادة بريقه الغائب على المستويين الإفريقي والعربي. الفراعنة الذين خاضوا 9 مباريات فقط في العامين الأخيرين منذ تسلم حسام البدري المسؤولية في سبتمبر 2019 خلفا للمكسيكي خافير أجيري، من المتوقع أن يلعبوا أكثر من ضعف هذا العدد خلال 180 يوما تقريبا. رفاق الحارس محمد الشناوي الذين تفوقوا على أنجولا بهدف دون رد في مستهل مشوارهم بتصفيات مونديال 2022 يواجهون الجابون الأحد المقبل في فرانسفيل، ثم يلعبون مع ليبيا في أكتوبر بالجولتين الثالثة والرابعة، بعدها يختتمون مسيرتهم في المجموعة السادسة أمام أنجولا ثم الجابون في نوفمبر، وحال إنهائهم المجموعة في المركز الأول يواجهون أحد المنتخبات 9 الأخرى المتصدرة على إحدى البطاقات 5 المخصصة لقارة إفريقيا. عربيا، يشد رجال حسام البدر الرحالة إلى الدوحة أواخر نوفمبر دون اللاعبين المحترفين للمشاركة في النسخة الاستثنائية لكأس العرب، والتي تقام تحت رعاية الفيفا لأول مرة، ويواجهون خلالها الثلاثي لبنان والسودان والجزائر أوائل ديسمبر في المجموعة الرابعة، ثم يخوضون 3 مباريات أخرى في الأدوار الإقصائية حال التأهل للنهائي الذي يقام في 18 من الشهر ذاته. بعد انتهاء العرس العربي يطير زملاء النجم محمد صلاح إلى الكاميرون من أجل خوض النسخة 32 للكان، حيث يواجهون الثلاثي نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة أيام 11، 15، و19 من يناير 2022، وحال نجاحهم في تخطي الدور الأول تنتظرهم 4 مباريات أخرى حتى المباراة النهائية، والتي تقام بالعاصمة ياويندي في 6 من فبراير. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب بضيفي وصديقي العزيز مدربنا القدير كابتن حماده صدقي. مساء الفل يا كابتن حماده. مساء الخير يا كابتن احمد، وحشنا. وانت وحشني جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. صيفت يعني شويه كده. خلصت ولا لسه؟ لا لسه شويه. سلام ان شاء الله ويكون صيف سعيد باذن الله يا رب. الاول اسالك عن اخبارك، اخبار الدنيا، اخبار التدريب، اخبار الفتره القادمه بالنسبه للكابتن حماده صدقي. مفيش جديد. لا جديد. ربنا يبعت ان شاء الله. بس انا دايما عارف ان بيجي لك عروض خارجيه كتير، ولا انت خلاص؟ لا يعني جات حاجات كده ما في الاول من فتره كده، مش كانت نهايه دوري وبتاع، ما وحاجات ما فيهاش الطموح بالنسبه لك يعني. مش ايهما افضل بالنسبه للكابتن حماده صدقي، انه تاخد فرقه من البدايه وتشغل معايا؟ يعني مثلا لما حصل ده مع سموحه عملت نتائج اكتر من رائعه واكتر من تجربه يعني، بس دايما تجربه سموحه بالنسبه لحماده صدقي بالنسبه لي هي التجربة الأهم. كنت قريب جدا، خسرت الدوري بفرق هدف ودجلة ولا في كذا كذا، سميناها وادي صدقي بدل ما وادي دجلة. فاكر أيمن يونس سماها وادي صدقي بدل من وادي دجلة. يعني كانت في تجارب ممتازة لحمادة، الجونة جونة يعني 3 تجارب رائعة طبعا. سموحة قريب من بطولة الدوري، بطولة الكاس، بطولة فاينل كاس، وظروف معاكسة الدوري العام، فارق هدف ليس فارق نقطة ما بينك وبين النادي الأهلي. دجلة كنت يعني الرعب وعملت مركز متقدم أعتقد خامس في السنة دي لنادي وادي دجله، واكيد بتشعر بالحزن لهبوط وادي دجله. اكيد والله، وكلمت مستر ماجد وحزين طبعا. عارف مكان قعدت فيه اكتر من سنه وانا عارف المنظومه جوه عامله ازاي يعني. منظومه بتاعت نجاح ومنظومه احترافيه، الظروف طبعا كانت معاكسه بالنسبه لهم يعني. اخر سنتين يمكن الامور الماديه يمكن شويه فحصل الدروب الكبير اللي حصل السنه دي يعني. طيب بسالك السؤال وهرجع اسالك على وادي دجله، أيهما افضل لحماده صدقي، انه ياخد فرقه من بدايه الموسم بيعمل فتره اعدادها بيختار لعبته، ولا انه بعد شويه من الموسم؟ لا طبعا اي مدرب يحب يبتدي ويعمل فرقه، هو اللي يعمل فرقه واللي هتنفذ له السياسه بتاعته، تنفذ له الاداء، الهدف الموجود في اهداف بتروح فرقه في وسط الموسم انت ما بتعرفش الاهداف عامله ازاي. صحيح. لكن لما بتنظم وتجهز اوراق عمل قبل الموسم ده بيديك
نجاح يعني نسبه النجاح بتبقى شايفها شايفها، لكن بتروح على مجهول، بتروح على فرقه لسه انت مش انت اللي جايبها. بتحاول من خبراتك تقدر تعمل حاجه معينه، ولكن الافضل لاي مدرب اللي يبتدي يبتدي يشكل الفرقه، يعمل اعداد، يحط هدف هو والاداره ويوصلوا للهدف دوت مع بعض. تجارب حماده صدقي بيفخر بيها، وتجارب حماده صدقي مش سعيد بيها. لا يعني الاغلبيه كويسه بالنسبه لي. نعم. والمدرب اي مدرب في العالم عنده ده وعنده ده. لو ما كانش فيه تجارب انت مش سعيد بيها، ولكن بتديك النجاح بعد كده. نعم. زي خبرات كتيره جدا، بتاخد خبره مثلا في يعني مش عايز اقول امثله، في حاجات بتروحها في وقت متلخبط، تخش في ماتش وقت ماتشات ما بتلحقش، دي مش هعملها تاني يعني، مش هعملها اللي انا اخش في حته وبعد يومين ماتش وثلاث ايام ماتش. الحاجات دي مش ما فيهاش تنظيم بالنسبه لك، بتبقى ارهاق ذهني وبدني كتير جدا، ان انت تقدر عايز تخرج حاجه من مكان كده معين وما عندكش متسع من الوقت، دي مشكله للمدرب. حصلت لي بقى في بعض المحطات، ولكن الاغلبيه بالنسبه لي انا سعيد بيها طبعا. كابتن حماده، انت لازم تاخد جهازك بالكامل. مش قوي. لا مش قوي. بس في سموحه اخدت جهازك؟ ما انا واخد في حاجات طبعا. اللي انت بترتب جهاز من الاول بتشغل بيها، وعندي حاجه كده ما بحبش حد يبقى يعني مرتبط، انا يعني في حاجات لازم اعملها صح بالنسبه لي. ممكن دي تاثر في الشغل شويه. فما بحبش حد يقعد بقى بس. عندي طبعا عندي جهاز طبعا. عندي جهاز متكامل يعني. اكتر حد ارتحت معاه في الشغل؟ والله كلهم يعني، محدش فيهم يعني خذلني في حاجه. يعني ما اقدرش اقول كل اللي اشتغل معايا من 10 سنين محدش خذلني، الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس جدا، وحسب بقى المتاح بالنسبه لي. بيستاذنوني هم مثلا لو جم شغل. انا طالع الامارات مثلا، تامر مش عارف، سعد بيقول لي راح فين، محمد عبد الفتاح، يعني في مجموعه. سعد البقري. بقري. تامر مين؟ تامر حسن. تامر حسن في كذا 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 يعني. مش عايز عشان ما هم كلهم حبايبي طبعا. بيقول لي انا استاذن روح. طبعا كان معايا طبعا ويل مدرب الاحمال الانجليزي، ما زال موجود اعتقد، موجود في سموحه، سيبته في سموحه يعني. الراجل هم محبينه جدا واشتغل شغل كويس قوي. قال لك هكمل بعد ما انت مشيت؟ انا قلت له، قلت له انت كمل. قلت له هم طلبوا مني يبقى موجود. قلت له طبعا. احمد ناجي كان معاك في سموحه؟ كان معايا في سموحه. بس احمد مش معايا يعني، مش طبعا. بس انت اللي جبت سموحه. جبت سموحه. مرحله يعني لما قالوا له تكمل كلمك؟ كلمني طبعا. كله كلمني. كنت مرحب؟ طبعا. من الناس المحترمين كابتن احمد. اكيد اكيد. طيب خليني اسالك يعني، الفتره اللي جايه في ناس كتير من رجالتك مشوا يعني او بيشتغلوا يعني، راح هنا وهنا، بتجهز كوادر جديده يبقوا موجودين معاك؟ عندي جهاز كامل. منهم مصريين ومنهم من بره يعني. القعده دمها تقيل يعني، الواحد لما بيقعد من غير فتره من غير شغل يعني. بص هي حسب انت قاعد ازاي يعني. انا يمكن الفتره دي دمها تقيل جدا والله، عشان انت مش قاعد يعني، انت عملت حاجات خطوات معينه ومشيت لمشوار مثلا الهلال السوداني. واتظلمت فيه. اتظلمت. ضايقني جدا جدا. يعني ما مش حاسس، مش انا اللي ماشي، مش انا اللي، مش حاسس انه كان ممكن تستحمل بعض الضغوطات، لانه النادي الهلال السوداني نادي كبير. مش انا اللي مشيت. لا انا مش انا مشيتش، حصل مشكله عندهم هم مش عندنا. طب ما نحكي بقى يعني، اول مره نفتح شويه نحكي في قصه الهلال السوداني. عندنا وقت نتكلم. اتفضل. عندنا وقت نتكلم. طيب هو الهلال السوداني بدايه كان في مشكله بينه وبينه في الاتحاد الدولي ده، قبل ما تتعاقد. قبل ما انت بتتكلم على الاخيره. لا انا اتكلم بقى عشان هي كلام اول ما. تمام. والحمد لله ربنا كرمني الفتره اللي فاتت وكسبت القضيه. وظهرت براءتي يعني، اللي انا مش انا السبب في المشاكل اللي حصلت. ده ورق راح الاتحاد الدولي وحصل مناقشات وقضايا. انت اللي اشتكيت ولا هم اللي اشتكوا؟ هم اللي اشتكوا. وانا رديت على الشكوى كويس باورائي بكل حاجه، الحمد لله طلع ورقي سليم 100% وراهم مش سليم. يعني ما فيش ادانه. رفضوا دعوتهم واقتنعوا بكلامي، والحمد لله الموضوع خلص تمام. وبعت يمكن بعت للصحافه هناك الحكم نفسه للناس اللي كانت بتهاجمني ونشروه. طبعا نشروه. طب دي امانه مهنيه وصحفيه طبعا. لا نشروه. طبعا
الاصل الاعلامي السوداني قوي جدا خلي بالك قوي. وبعد كده النادي الهلال نادي جماهيري، يعني الجمهور كان منساق ورا حاجه معينه، نعم كان مروجها بعض الاشخاص هناك، نعم ودي كانت سبب برضو في المشكله اللي حصلت في التعاقد الثاني. نعم يعني اول ما جم يعني قعدوا معايا في مصر هنا قلت لهم في مشكله مع الجمهور، لازم الجمهور يتقبل الوضع الجديد، فقال احنا اداره جديده وفي نظام جديد ده. بس طبعا كان في الرئيس شرفي مستشار ترك هو اللي انا ما اعرفش طبعا. نعم جم ناس تعاقدوا معايا هنا في مصر واتكلمنا وسافرت. تعاقدت ومضيت يا كابتن في مصر؟ لا ما مضيتش، كتبنا العقد في مصر. طب ما مضيتش ليه وخلصت هنا في مصر؟ ما همضي، ما فيش فلوس. الفلوس هناك. هناك المقدمات والحاجات وبعد كده في حاجات معينه انت تشوفها يعني اللي كانت المشاكل اللي كانت عندي قبل كده هناك مش عايزها موجوده. نعم عايز اقامه مريحه، اللعيبه يعني اللعيبه الحمد لله جابوا لعيبه كويس قوي. نعم ولكن في نقط لازم كنا نقف عليها بس كتبنا العقد في مصر كويس. كتب ورئيس النادي ما كانش موجود، رئيس النادي هشام الصباط كان هناك. نعم قالوا لي لما تيجي هناك هنمضي، رحنا البيت وبعد كده انا قعدت يوم كامل في النادي عملت كل حاجه. جهاز ولاعيبه. استقبال الجمهور كان عامل ازاي بالنسبه لك؟ في ناس كلموا عليا كويس قوي وناس هاجمتني. نعم يعني ده وده اللي هاجموني، وفي ناس برضو كانوا بيسخنوا ايوه كتير. والقصه كلها مع المستشار ترك. يعني هو قال لي ما انا مش انت مش انت المقصود، هم طبعا بالتاكيد جابوك من غير ما يقولوا لي. ايوه بس هو اللي مشاني. يعني هو اول يعني حصل حوار بينك وبينه بعدها؟ لا مع حد مشترك بعت لي قال لي ان انت مش انت المقصود، هم ازاي جابوك من غير ما يقولوا لي؟ نعم ازاي مشوا هو في اتفاقات بينهم وبينه مشوا زوران المدرب من غير ما يرجعوا لي. نعم هو رئيس شرف النادي. نعم انت عارف رئيس الشرف في الخليج هو المسؤول عن كل شيء. انا اشتغلت في الخليج كان معايا خالد البلطر رئيس شرف النادي الحزم، هو كل شيء، هو كل حاجه طبعا. يعني مجلس الاداره موجودين تنفيذيين لكن القرارات بتاعه رئيس شرف النادي طبعا. نعم بس ده اللي جاي يتعاقد معايا انت مالكش دعوه بكل القصه دي، فهمني اللي هو واخد اوكي من الناس كلها. ايوه انا مش هخش في تفاصيل. هو راجل ده نائب رئيس النادي. نعم اسمعني، عثمان ده نائب رئيس النادي. نعم. قعد معايا هو ومدير العلاقات العامه الجنرال حسن، جم قعدوا معايا في مصر هنا، جم مخصوص اتكلموا معايا وخلصنا كل حاجه. نعم ففوجئنا بالموقف اللي حصل هناك. موقف كان سيء جدا يعني. نعم. يعني سيء معنى يعني ما حصلش في حياتي قبل كده. وبعدين انت رايح بقى في اسم كبير زي تركي الشيخ هيديك كل حاجه، هيساعد وانت متفائل نجاح. جدا بوجوده طبعا. في نجاح طبعا. فاللي حصل اتصدمت طبعا. نعم صدمه كبيره. ما اتفهمت انا مش صغير يعني، فهمت الموقف وخلاص الموضوع انتهى. وانت عارف الشغل ده نصيبك طبعا. وربنا مش كاتب تبقى انت موجود في المكان ده دلوقتي. يمكن النتائج اللي حصلت كانت ممكن تعمل لي مشكله كبيره جدا هناك. بيخسر من كل الماتشات ويقعد اخر المجموعه وما يصعدش الدور بعد كده ويرجع يخسر مش عارف من المريخ. حصل هو خد الدوري السنه دي. نعم وعمل تدعيمات رائعه طبعا. ده صحيح. لكن انا لو كنت موجود انا مكان اللي هو المساعد مورينيو اللي مسك بعدي كان ممكن يحصل لي مشاكل كبيره. نعم. في الهزايم اللي حصل وتزويلك المجموعه في افريقيا. فما تعرفش. قلت الحمد لله طبعا ده النصيب وربنا مش رايت موجود في المكان ده. بس ده اثر معاك ايه؟ انت رجعت مصر انت كنت سبت الانتاج لظروف برضو معينه. يمكن سبت الانتاج بس الحوار حصل في يوم. نعم كان في مشكله برضو في الانتاج. سبت الانتاج ورحت رجعت هنا ممنوع تشتغل طبقا للقوانين. طبقا للقوانين. نعم طبعا موضوع انت سامعك في الانترو بتتكلم. نعم. هم لغوه. لغوه وانت معارض. نعم. وانا موافق على كده اللي هم انت موافق على القرار طبعا. لسبب ما حصل تحايل من بعض المدربين واشتغلوا وتحايلوا على الملأ. ايوه فهكذا كده كانت ممكن مثلا اجي همشي انت انا همشي هتقول لي هكتبها اقاله عشان اشتغل خليها كده احسن. نعم يعني هم كويس وجهه نظر طبعا. نعم فكانت بالنسبه لي سنه بالنسبه لي اتضربت يعني خلاص انت مش هتشتغل والسنه اتسكنت كلها. فبتقعد فتره بتشتغل وبتذاكر وبتتفرج بتشوف بتراجع نفسك في حاجات كتيره طبعا. ولكن اثرت معايا كتير جدا في موضوع الشغل وانا مش من الناس اللي بتطلع كتير وبتتكلم صحيح ويعني خلاص بتسيبها
الحمد لله بيجي لك بعض العروض بس مش باللي كانت بتجي لك قبل كده. نعم. لكن انا مقتنع باللي انا فيه والوقت جاي ان شاء الله. يعني طب قبل ما اروح لفاصل, يعني انت عارف علاقتي بكل انديه جيده ومنهم الانتاج الحربي, كانوا عاتبين على الكابتن حماده لان قالوا حضرتك تقول مشكله انا ما اعرفهاش. طبعا انا اللي اعتب عليهم مش هم يعتبوا عليا. هم عارفين الحقيقه. بص هم عارفين الحقيقه وانا بحترم اللي هو اشرف, ما رضيتش اطلع ارد عليه لما قال حماده يعني قال كلمه كده ما عجبتنيش حق نفسه كلام كده. انا ما رضيتش اطلع ارد. انا بحترمه جدا, راجل محترم جدا جدا قوي جداً اللي هو جدا أشرف. بس هو عارف الحقيقه وخالد مهدي عارف الحقيقه. ربنا يشفيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب. عارف الحقيقه كويس جدا. وانا قلت لهم انتوا قعدتوا مع كشري قبل ما امشي. قعدوا معاه وخلصوا معاه. طب انت عارف مشاكل الانتاج وانت اللي هو اشرف حكالي على كل حاجه وتفاصيل ما اقدرش اطلع اتكلم فيها ما اقدرش. والفرقه عامله ازاي ومشاكل واحنا بنحل وابتدينا نحط رجلينا على اول سلم. يمكن مباراه انبي كانت بدايه تعادلت وكنت اقرب للفوز وابتدت الفرقه تقول وتوقف على رجليها. قال ايه انت قاعد مع كشري؟ قاعد معاه. انا متاكد. فقعد معاه وتاني يوم راح جاي لي موضوع الهلال. بس انا قعدت مع اللي هو اشرف قلت له انا زعلان في واحد اتنين تلاتة وجبت خالد مهدي وقعدت معاه. قلت لهم في موضوع كذا. لا وانا متاكد. نعم. 1000% مش سامع. لا نعم. انا متاكد يعني. ده اللي خلاك تقرر الرحلة. طبعا قررت على طول. انا مش كل شويه حد يخبطني على لا. سؤالي الاخير قبل الفاصل, لو انه وادي دجله بعد الهبوط ماجد سامي نعرف علاقتك الجيده بيه طلب منك انك تدرب الفريق وهو في القسم الثاني. هقعد مع ماجد اتكلم معاه وبعرض عليه خدماتي حبي لماجد وللنادي. لكن هو الجهاز كله عبائي. كنت النهارده معايا محمد عبد الواحد قابلته قال لي الجهاز قاعد الكابتن عبائي مدرب رائع طبعا ما عمل والله شغل كويس. الجهاز كله قاعد. وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله ويقدروا يقفوا تاني. لكن انا بكلم كنت بكلم مستر ماجد يمكن الاسبوع اللي فات قلت له اي حاجه خدمه قول لي. من غير اي حاجه من اي غير اي مقابل. نعم. الحب اللي بينه وبينه والعشره بتاعه وادي دجله بالذات دي. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن حماده صبحي. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمستمعين. بجد ترحيب بضيف العزيز اللي منورنا كابتن حماده صدقي. كابتن حماده, عشان اتكلم على المنتخب دلوقتي لازم اتكلم على المنتخب ايامكم. يعني حضرتك شفت سنوات سعيده جدا 2006 2008 2010 ثم سنه مش لطيفه الخروج من التصفيات. من بعدها ما اشتغلتش في المنتخبات. لا مسكت بعد كده منتخب شباب. لكن لا منتخب اول ما اول لا أول ما اشتغلتش. لا طيب خليني بس اروح على الظروف اللي توليته فيها المنتخب وكانت ظروف صعبة وكان برضو هجوم وكان انتقاد. ازاي قدرتوا تحوله من سلبي الى ايجابي؟ هنا سلبي الايجابي حلو مش تحليل كورونا. خلينا يعني ازاي قدرتوا تطوعوا الظروف وتبقوا على قدر كل هذه الثقة لدى الجماهير المصرية؟ بص يعني طبعا في القائد طبعا الكابتن حسن شحاته وكابتن شوقي مدرب العام وانا مدرب واحمد سليمان. كان في تنظيم كويس والظروف كانت مساعدانا. يعني مش عايزين نقارن بالظروف وقتها ودلوقتي. دلوقتي في حاجات كتيره جدا بتعوق المدرب بتعوق النظام. بس برضو يعني بقى عندك ازمه وانت هتزود الازمه انت كمان. يعني ما تيجي تتكلم مثلا على المنتخب قاعد من شهر 3 دلوقتي ما لعبش ولا ماتش. فجمع يومين ولعب المباراه. مظبوط. فاي حد متابع طبيعي جدا يعني انا متوقع الاداء كده طبعا. متوقع. طبعا لو حصل غير كده تبقى حاجه جامده جدا انجاز. نعم. لكن انا متوقع الاداء يبقى كده. واي حد لازم يتوقع الاداء وما جيبش لعيبه على حسام البدري خالص. الا لازم الوم عليه في موضوع شهر 6 كان عندك وقت اجنده. لازم اجمع حارب واجمع عشان لازم اشوف شخصيه المنتخب بقى. نعم. لغايه النهارده ما حدش عارف شخصيه المنتخب وهو مظلوم فيها برضو شويه. ما عندوش وقت. لكن لما جالي الوقت انا ما لعبتش فيه. يعني اول ما مسك حسام كان اختياره متاخر شويه. عدينا كان اجنده قبليها وديه كنت ممكن العب ماتشين ابتدي
يعني كل ما بقى ازود الماتشات الوديه مع سياستي مع اللعيبه يبقى ليه عند شخصيه في الملعب. لما سالت الكابتن حسام في الاجنده دي بالتحديد كان رد واضح، قال لي اهلي مش معايا، بيراميدز مش معايا، اللعيبه المحترفين مش موجودين معايا، لعيبه المنتخب الاولمبي مش موجودين معايا، هعمل بالتجمع ايه؟ فانا قلت له ساعتها عندك لعيبه الزمالك وعندك ممكن اكتر من لعيب. لا قالوا لحضرتك هنا ولا بينك؟ لا 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 بيني وبينك. طب ما هو لازم اطلع اوضح يعني، ما انا بتفرج من بعيد مش عارف، انا مش عارف الحقيقه ايه. مش عارف اللي فيه. قالوا لي قال لي اهلي في افريقيا، بيراميدز في افريقيا، الاثنين كانوا وصلين نهائي منتخب اولمبي. لا بس كان الوقت الاجنده كانش فيها لعب، ده اجنده دوليه. لا الاهلي والزمالك كانوا اعتقد بيلعبوا في الاجنده بتاعه المنتخبات. استحاله استحاله ما قبلها. هتلاقي لا يعني هتلاقي بس هو بيدي براح. الاهلي كان هيلعب في الدوري، بيدي براح عنده ثلاث ماتشات في الدوري ساعتها، بيدي براح الانديه عشان ما تزنقش في وقت. لكن انا ده حقي لازم افرض الشخصيه. النهارده المنتخب ما قابلش مباراه صعبه او منتخب قوي، الاختبار ما جاش لسه. الاختبار اللي انا بس المؤشرات مش حلوه دلوقتي، المؤشرات مش حلوه في افريقيا وفي في تصفيات كاس العالم. لما اجي اقابل خصم قوي في نهائي زي نيجيريا زي المغرب زي الجزائر بالمنظر ده لازم صح. انا شايفين شخصيه المنتخب. انا مش بعيب في الكابتن حسام طبعا، حسام مدرب رائع، ولكن الظروف في وقت يعني في حاجات خارجه عن ارادته وحاجات هو كان لازم يتمسك بقوه. اللي انا اي تجمع العب ماتش ودي بس لازم مرتب طبعا. يعني انا في اعتقادي انت طبعا هتخالفني، الموسم اللي فات هو السبب في اللي احنا فيه، هو سبب في المنتخب، هو سبب في ضغط الماتشات. كل دوله بتعمل لظروفها اللي فيها. يعني انا كان ناقص لي 18 اسبوع واصريت على استكمال الدوري. نعم قناعت انا ما كانش يكمل عشان اقدر اريح الاجنده الدوليه الفتره اللي جايه، اعمل دوري مرتاح. لكن مش هقعد اضغط في حد يلعب كل 3 ايام دوري كامل، مفيش كده في الدنيا. وحرام اللي بيحصل للعيبه الاهلي والزمالك والمنتخب، ضغط 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 ذهني وعضلي. كله مشارك في الخطا. نعم الجهاز على الاداره على احنا كلنا. لا الجهاز اكتر ناس بعاد بصراحه، كلنا مشاركين. لا الجهاز ذنبه. لا معلش برضو بقول لك إيه؟ انت فوتت اجنده دوليه لازم انت تتكلم على الاجنده الدوليه، لازم اعتب عليك على اعتب عليك عشان تفرض طبعا شخصيتك أنا وشغلك يبان. لكن امبارح المباراه غريبه جدا. مش كابتن حسام مش غلطان فيها خالص. يومين بجمع واثنين محترفين او صلاح ما جاش، مهم عنصر بالنسبه لك، لازم العب بكل الاوراق بتاعتي مع فرقه يمكن بيقول لك 12 لعيب ما جاش من عندهم برضو للظروف. 15 لعيب مدربهم قال 15 بالظبط. وانت عندك 3 ايام مفيش. النهارده اتفرج على الجزائر، سيبك من النتيجه الكبيره بتاعت جيبوتي، ولكن اتفرج على الجزائر فريق ليه شخصيه. طبعا اتفرج على نيجيريا فريق ليه شخصيه. طب احنا الاول احنا نبقى لينا شخصيه وشكلنا باين في الملعب فريق تقيل. لكن هل انت تقدر تقول امبارح ان فرقه مصر تقيله مع بتلعب فرقه؟ لا وكابتن كابتن حسام بدري نفسه اعترف قال غير راضي ولدينا افضل انا والحمد لله على يعني المكسب والثلاث نقاط. عايز اقول يعني هو مظلوم يعني الناس اللي تهاجمه ليه؟ تهاجمه ليه؟ ما تهاجم اللي حصل قبل كده السنه دي كلها. ايه اللعيبه بيلعب 13 شهر اعداد و12 شهر دوري؟ ده فين ده؟ مضغوط 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 على طول، وبعد كده الفرق بتشارك في افريقيا في كاس العالم، الاهلي في كاس العالم الانديه، الزمالك في افريقيا، بيرم يعني في ضغط كتير جدا. 12 اسبوع الهاق ذهني غير عادي. صعب جدا جدا للعيب، حتى حصل له حاله من التشبع مش قادر. خلص كل جهده على النادي بتاعه في بطوله يعني لاخر وقت، الاهلي والزمالك ضغط غير عادي للحصول على البطوله. الفرقتين وبعد كده منتخب مصر كله من الاهلي والزمالك. يعني امبارح حجازي اللي من بره والمباهر المحمدي بس، والباقي كله اهلي وزمالك اللي هم لاخر وقت لسه من 3 4 ايام بيلعبوا على الدوري. مظبوط. ففي ارهاق كبير ليهم. مين السبب؟ كتير اسباب كتيره جدا عددناها. ممكن خارج عن ارادتك انت كنت لازم تكمل الدوري. بس ده اثر علينا في مع المنتخب يأثر. نعم. مع الدوري الجديد هيأثر. انت النهارده عايز تلغي الكاس، مش قادر، ما عندكش وقت. وما اعتقدش من لغايه النهارده انت ما اعلنتش شكل الجدول الجديد. انا كنت النهارده مع احمد مجاد في اتحاد الكوره، ما
يعني ما فيش كرة. بص يا أحمد، لازم يبقى فيه حاجة استثنائية تحصل. اللي هي؟ اللي هي تغير شكل الدوري، تقلل عدد الأسابيع بأي طريقة، ولازم الناس كلها توافق. يعني لازم الأندية كلها تقف مع بعض عشان تشتري السنين اللي بعد كده. السؤال يعني دايما، حتى وانا كنت في اتحاد الكوره كابتن حماده اقول لهم انا ما ينفعش ان انا ادخل احضر اجتماع مجلس اداره الاهلي ولا اجتماع مجلس اداره الزمالك ولا من حقي يعني، وهو كل واحد بيدير نادي بالطريقه اللي هو عارفها. انا بدير اتحاد الكوره برضو بالشكل اللي فيه الصالح العام، انا مش ضد الانديه على الاطلاق يعني. فاذا كان في قرار مصيري هيحدد مصير مسابقه، كل ما هجيب انديه الانديه معروف رايها وبترفض، ليه انا ما اخدش القرار؟ ما هو القرار كان عندك وقت. معلش هرجع تاني. اتفضل. السنه اللي فاتت كان عندك وقت تقول انت قرار. ازمه كورونا كنت لازم تقول القرار زي دوله كتير عملت، خدت القرار الصح. يعني الامارات كان عنده 7 اسابيع ناقصه بس لغى الدوري. لغى الدوري عشان 7 اسابيع بس. ليه بقى؟ عشان يبتدي يعمل دوري منظم بدري وليه معاد، عشان عنده الجدول وعنده الاجنده الدوليه. بس هو خلي بالك كابتن حماده، يعني على مستوى العالم كله في الدول الثقيله، يعني هم 3 دول اللي لغوا، كانوا بلجيكا وفرنسا والامارات اللي لم تاخدني الذاكره يعني. الباقي كان عنده عدد قليل من الماتشات. بس السعوديه خلصت متاخر قوي، مش بس قوي. عرفت تبدا كله يعني شهر 6 و7. انا اخد في 8. لا 8 اللي خلص في 8 بس. المغرب ايا كان، بس لكن انا قصدي 24/8 في احيانا، لكن كله في 6 و7 و5. يعني بيبقى في سياسه عامه للدوله لمواجهه حاجه معينه، لايصال رساله معينه. وكانت السياسه العامه وقتها انك لابد ان النشاط الرياضي بما فيه وعلى راسه نشاط كره القدم يتم استئنافه. قد يكون خطا وقد يكون صح. ما انا كنت اقول حاجه، اتفضل. الدوله عملت حاجه حلوه قوي، قال لك عوضت النشاط وكره والدوري العام، عوده النشاط والدوري العام. ما الدوري العام، نعم. يبقى اتحاد الكره بقى هو المسؤول يعيده بانهي صيغه، يرجع النشاط ولا يستكمل الدوري حسب الرؤيه بتاعته. لا هو قال مش قال لك اقعد في البيت، قال لك رجع النشاط. لا استئناف مسابقه الدوري. يبقى ياخد القرار المسؤول هو اتحاد الكره. معلش يقول لك الرؤيه بتاعتنا عشان في ماشي. ما انا بقول طب والنهارده هل الدوله تقدر دلوقتي تحل لك الازمه اللي انت فيها؟ لا هنا بقى انا ممكن اقول لك اتحاد الكره ما كانش يعمل اجتماع مع الانديه. وجهه نظري، انت مثلا عايز تعمل دوري من دور واحد، اعمل دوري من دور واحد، هو ده الدوري السنه الجايه. حاش اقول لك حاجه في النهايه، عايز تعمل دوري. انا اكثر حاجه في الدنيا بكرهها دوري المجموعتين، ما بحسش ان دوري ولا من دور واحد. ونفس الامر، لا دوري مجموعتين ده دوري، لكن تلعب دوري من دور واحد ده اللي مش دوري. لا ده عاجبني ولا ده عاجبني، لكن اذا كان ده الدواء المر اللي انا ممكن لازم اعمله، يعني ما انا بقول لازم اعمله، لازم اعمله. يعني احيانا بتبتر جزء من اعضاء جسمك عشان تعيش، فده مش انا مش بترك، لكن ده كان دواء مر جدا. كان رايي الشخصي انه لا اخد، انا ممكن اخد هذا القرار السنه دي. انا قلت حتى لما جت في مداخله هاتفيه قلت له بكرهه دوري المجموعتين، لكن اعمله. لازم اعمله، لازم اعمله. انا بقول لحضرتك اعمله. هو كان لازم يعمل السنه دي. اللي هو اللي انتهى ده. كان لازم يعمل ده المجموعتين عشان تبدا الموسم الجديد. انا لما هقول لك، انا بعد الفاصل لما هقول لك التجمعات صعبه جدا عندنا. بص حوالي كام تجمع؟ حوالي 17 تجمع. ورسمي. كله رسمي. عمليه صعبه جدا، وكده تلعب ده الرسمي، واكيد هتاخد لك ماتش ولا ماتشين في النص ودي. لازم يبقى عندك عرفت برضه حوالي 20 دوري. هتلعب دوري في 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 كام شهر؟ في يعني من شهر. انت عندك يا كابتن ده في عدد قليل جدا، يعني من سبتمبر بس ليناير. عندك بلاوي. 16 تجمع في من سبتمبر يناير. صعب جدا اللي انت، انا مش عارف عندك لحد ربنا يكون في عونك يا احمد يا مجاهد. في او لجنه المسابقات ازاي هيديروا الدوري السنه الجايه؟ الامر صعب، الامر صعب جدا، في خطوره كبيره على الدوري ده. والاسباب اللي هي اللي فاتت دي مش عايز. انت تفضل الغاء الكاس ولا استمرار ولا لعب؟ لا لازم نشوف حل. اصل الحل لو النجاح في استكمال الدوري الغاء الكاس، الغي الكاس. لو النجاح في استكمال الدوري ان انت تعمل جدول كويس معقول وده مش هيحصل، الغي الكاس وخد نظام جديد. خلينا نروح لفاصل، عايز اروح كده لشويه محطات مع الكابتن حماده. هنتكلم بالتاكيد تاني على المنتخب، وهتكلم على التوقفات، بس عايز اكلمه على الانتقالات او زي ما بتحبوا تسموها الميركاتو. شايف رايه ايه خاصه النهارده بعد تصريح
كابتن حسين لبيب لينا انه عبد الله السعيد قريب من نادي الزمالك. خلينا شويه نبعد عن المشاكل والازمات ونتكلم شويه في الجانب الفني، وهو منتخبنا الوطني خلاص خدنا 3 بونت، وده المهم بالنسبه لي. يعني الامتحان كان 3 بونت، خدنا 3 بونت، جاوبت كويس جاوبت وحش انا نجحت، عايز انجح بقى اكمل نجاح في الجابون. طبعا انت خرجت من يعني كانت ممكن يحصل مفاجاه امبارح. نعم يعني انت شفت الست دقايق الاولين انفرادين، يعني الجون اللي ضيعوه بعدين بنالتي وضيعوا تاني. نعم فانت زي ما انت قلت والناس بتزعل لما تقول لك اهم حاجه 3 نقط. ايوه 3 نقط في التوقيت ده. نعم ده مهم 3 نقط في التوقيت ده. التوقيت الحاله صعبه، مش عارف تحللها. مش عارف تحلل الشكل هيبقى عامل ازاي والاداء عامل ازاي، فالثلاث نقط بالنسبه لك مهمه. نعم انا شايف الفتره الجايه هتبقى احسن، يعني الماتش الجاي هيبقى احسن شويه. الجابون هيبقى احسن شويه. ايه الاسباب اللي تخليه احسن؟ يعني دخول محمد صلاح اكيد. طبعا اكيد هيعمل دفعه كويسه. الاداء بتاع المباراه الاولى بيخلي اللعبه تخاف شويه، تركز، ترجع تركز تاني في المباراه الجايه. يمكن قبل الماتش يومين محدش مركز، الدنيا فكه شويه، خارجين يعني كان محتاجين حاجات تهيئه وحاجات نفسيه كبيره قوي عشان يبتدي يعرف ويقفوا امبارح. وعدت الماتش الجاي انا يعني عندي احساس هيبقوا احسن. المشوار هيبقى لازم انظم الفتره الجايه بعد كده، يعني عندنا الاجنده في التوقيتات بتاعتي لازم، مش عايز اضغط بقى، مش اللاعب جاي مضغوط واروح مدخله في معسكر قبلها بيوم او يومين، صعبه جدا. لا لازم يبقى فيه مش اريحيه عامه، هي 72 ساعه 3 ايام قبل المباراه، بس يكون جاي مش مرتاح. جاي مرتاح، مش جاي منهك. نعم عشان اقدر ادخله. انت عارف بقى، عارف مثلا اشرف بن شرقي عمل ايه؟ اخر ماتش استاذن من الزمالك، ماتش احتفالي وتكريمي و استاذن وراح طالع على المغرب عشان يبقى مرتاح، ودخل في المعسكر مع الفرقه بعد كده عشان ما يبقاش عنده لود او حمل زي ما انت بتقول. يعني كان برضو عندنا اخر اسبوع كانت حسم تقريبا. نعم كان خلاص مبسوط. كان طالما عنده فرصه الناس ترتاح وناس يعني انا شفت بيراميدز مثلا كان بعد ما وصلوا خلاص خدوا اللي هم اشتغلوا الكونفدراليه، عبد الله ارتاح شويه، رمضان ارتاح شويه، شريف كرم ارتاح. يعني هي فكره شفتها كانت ممكن تحصل في كل الانديه في اخر اسبوع، الموضوع انتهى يعني خلاص. نعم. ريح الدنيا عامله عشان تقدر بالذات اللعيبه اللي هي الدوليه اللي انت هيشاركوا معاك في فلازم الفتره الجايه يبقى فيها تنظيم شويه احسن من كده. ده ما كانش فيه تنظيم خالص. ومش عايز ارمي اللوم على حد، نقول لكن لازم انظم بقى عندنا الاجنده، هركب الدوري ازاي عليها. المفروض عندنا الدوري بنركب الاجنده بتبقى معلومه لفتره طويله، بس الكورونا يمكن اثرت بشكل كبير. صحيح. في لخبطه، الارقام بترتفع، عدت ال 300 النهارده. ربنا يستر ما تزيدش طبعا. ويبقاش في مشاكل، يعني انت دايما بتحط مواعيد احتياطي لاي مشكله بتحصل. ولو الدنيا هتعلى تاني اكيد هتعمل دروبات وهتقف وهتعمل، فربنا يسترها والدوري يتعمل يبقى ليه شكل. طب خليني برضو في المنتخب. خلينا نتكلم على تشكيله لمباراه الجابون القادمه. يعني انت حضرتك قلت انضمام محمد صلاح قوه مؤثره. اكيد طبعا. عوده مثلا مصطفى محمد كمان للفريق، قصه الباك رايت لانك انت يعني كنت مضطر البير المحمدي اللي بحييه جدا والله. ادى يعني كتر خيره لان هو الباك رايت رقم 3. اكرم يجيله شرخ في عظمه الوجه، عمر جابر هيلعب يجيله نزله شعبيه. فالاثنين فاضطر نلعب بكرات، فكتر الف خيره. هو يعني طبعا هو دايما في المنتخب بتلاقي حد بيلعب في اكتر من مركز. زي ايمن اشرف باك ليفت ومساك بتستعين. وانا بس انا سالت يا كابتن حماده اين محمد هاني، يعني ده بكرايت وده مكانه. يعني انت استدعيت احمد توفيق. طب ما كنت تستدعي محمد هاني يعني مثلا. او ما خدتوش ليه من الاختيارات من البدايه؟ يمكن ما كانش في دماغك انه يعني اللي يحصل يحصل دروب ده وانت لكن عندك ماتشين في 5 ايام خدت الاثنين باك رايت، الاثنين حظك السيء. انا قصدي لما جه استدعى احمد توفيق كان في شرم الشيخ. هاني موجود ومفنش ماتش الاهلي اصلا من كام يوم يعني.
وهو بكرايت اصلا يعني يمكن لا ما ينفنش حاجه، ولكن عدد الماتشات اللي فاتت يمكن كان اكرم اللي بيشارك. ايوه ما خلاص اكرم احمد توفيق انا بتكلم انا بكلمك بعد ما اكرم اتصاب. ما انت احمد توفيق بيشارك على طول مع بيراميدز، يعني الاثنين قريبين قوي من بعض. بس ما بيلعبش بكرايت احمد فتحي اللي بيلعب. لا وعلى طول يبتدي بينزل. مش ضد احمد توفيق، انا قصدي بس ان احمد كان في شرم الشيخ، وانه هاني لاعب مفنش معانا هاني هاني وهاني كان معاك في المنتخب يعني برضه ما كان معاك في المنتخب كان لاعب اساسي يعني يعني مش هنقف عندها قوي. الاثنين قريبين قوي. نعم. يعني جبت هاني جبت توفيق، الاثنين كويسين يسدوا بشكل كويس جدا. التشكيله الامثل لمباراه الجابون، بص قبل التشكيله ما انت لازم بقى معلش بقى في اخطاء شفناها في الملعب، ان الفرقه بتعرف في حاجتين. الناحيه الدفاعيه وحشه قوي، ان الفرقه بتعرف توصل على طول، في مشاكل عندك حصلت نتجت عنها انفرادين مشاكل دفاعيه. لازم احل المشاكل الدفاعيه دي بالذات على الاطراف. نعم. كانت في مشكله كبيره جدا عند الفتوح وعند باهر في الشكل الدفاعي مع الاطراف، مع زيزو ومع حسين الشحات. كان في خلل، كان في خلل في الضغط، كان في خلل اللي انا مش عارف اطلع بالكره من تحت. منتخب مصر بيلعب كره بالونه يعني برضو الاجهاد، لازم اخرج. الاجهاد ليه دور كبير فيها يا كابتن. لا لازم عندي شخص اعرف ازاي اخرج الكوره، وليه هدف لما العب الكوره الطويله دي بلعبها لمين ومين تحتي. يعني حاجات كتيره بفقدها بسرعه. فريق بيعمل عليا ضغط امامي كويس جدا انا عملته، بس هو بيعرف يخرج كويس وانا مش عارف اخرج. يعني في حاجات دي اكيد الكابتن حسام هيشوف الحاجات دي كويس ويعرف اكيد ليها حلول. ايه اللي مخليك متفائل غير انه في فتره راحه يوم زياده لماتش الجابون اللي جاي؟ ان الفتره التجمع 3 ايام والخمسه دول عندي 8 ايام الناس قاعده معايا في تجانس شويه، حتى مش لازم انزل الملعب، ممكن اعمل حاجات محاضرات نظري اهي، اعمل استشفاء كويس. فكله عايش في جو المنتخب. عاشوا في الجو، بتفرق يعني. انا مجربها لما ببتدي باجي بجمع عيون والعب مباراه بحس الاداء مش لما اقعد شويه الاداء بيبقى كويس. التجمع والقعده والمحاضرات النظري والراحه يعني بتدي رؤيه للعيبه كويس قوي، بتعمل التجانس بشكل كويس. ده اللي بيديني رؤيه اللي ممكن الماتش الجاي يبقى كويس. طيب اديني تشكيل. الشناوي طبعا موجود، باهر ادى، باهر برضو طبعا ادى المباراه اللي فاتت مش وحش. بس بقول لك الناحيه الدفاعيه مش عنده هو. عندك دلوقتي عمر وتوفيق موجودين. عمر لو عمر رجع يا عمر يلعب، لو عمر كويس يرجع. عمر كويس، عمر من الناس اللي عندها الخبرات ولعيب كويس يعني، انا مقتنع بيه طبعا كويس جدا في نص ملعب او باك رايت. عمر من اللعيبه كويس قوي. بتهيألي ايمن اشرف هو اللي هيبقى، بس دون يعني انا مش قصدي يا جماعه ان انا بنتقد باهر والله ولا حاجه، بالعكس. لا 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 لعيب كويس وادى وعيب الناس اللي طلعت هجمته وانتقدته. بس انا بقول ان هو يعني ما بيلعبش بس باك رايت يعني. يعني للاسف انا سمعت حد بينتقده هو لوحده بس في المنتخب كله. لا طبعا، لا باهر لعيب كويس. نعم. وممكن ابتدي بيه، لكن لو عمر عندي عمر اصل لازم عندي مفتاح لعب. نعم. فعمر مفتاح لعب من ناحيه اليمين. لا الناحيه الهجوميه القارن بين باهر محمدي وعمر، عمر في الناحيه الهجوميه احسن. بس الماتش ده يمكن محتاج ناحيه دفاعيه اكتر يعني الثلاثه اساسا. مش رايح برضو ادافع برضو انا رايح برضو ادافع وهاجم. يعني ادافع كويس وفي نفس الوقت لما بمسك الكوره يبقى عندي شكل. ما اللي كان مقصر معانا شويه الكره الوحيده اللي اتعملت صح باب الفتوح جاب ضربه الجزاء. مظبوط. قدر يفضي المنطقه ديت، كان زيزو تقريبا معاه في حصل خلق مساحه كويسه لابو الفتوح اللي جايه من ورا واتعملت كويس قوي. بس الماتش كله مفيش الاثنين ما شفتهمش رايحين بيعملوا شغل يعني من الاطراف، باهر من هنا وابو الفتوح من هنا. لا كان كله حسين الشحات وزيزو في الاول هم اللي بيشتغلوا على الاطراف وما كانوش حاسس الاثنين مش معدولين. طبعا مفيش، انا حتى كتبت ما بين الشوطين قلت انه رمضان صبحي ينزل عشان يعدل الملعب. يعدل الملعب قلت كده، كتبت كده لما برضه تغيرت عبد الله السعيد ومجدي قفشه الاثنين في الملعب مع بعض برضه مش معدول. مش في حاجه يعني. طب هتلعب مين طرف؟ هيبدلوا مع بعض. حصل برضه جاب شويه يعني، ما اقدرش احط عبد الله السعيد وينج ليفت، ما ينفعش. هو بيهرب هنا كويس وبيتحرك زي مجدي قفشه بيجي من النص ويروح في المساحه اللي هي. طب قول لي التشكيله عشان عايز اقفل ملف المنتخب واروح لملف تاني بعد الفصل. مش يعني المفروض مش هتغير كتير. خلاص انت قلت عمر او باهر، حجازي والونش وايمن اشرف والفتوح عنده اجهاد في الخلفيه والشناوي وراه، طارق وسوليه. طارق وسوليه الاثنين يعني مع بعض بشكل كويس. ماشي. صلاح
وصلاح ومجدي قفشه وقفش وشريف وشريف ومصطفى محمد. ممكن شريف يجي طرف شريف ومصطفى شمال بقى ومصطفى محمد راس حرب. مصطفى محمد حسب حاله مصطفى محمد حسب حاله مصطفى محمد. هو الفتره اللي فاتت كان بيتمرن ولا بعيد حسب حالته الفنيه والبدنيه والذهنيه. نعم. هل الموضوع اثر معاه موضوع بورد ولا الامور مشيت؟ ان شاء الله تكون مشيت وعدت. يعني خلينا نقفل هذا الملف ونروح لفاصل، نفتح بقى ملف الانتقالات والميركاتو داخل مصر مع كابتن حماده صدقي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين بجد الترحيب والمستمعين بجد الترحيب بضيف العزيز كابتن حماده صدقي. كابتن حماده، الموسم اللي جاي بعيدا عن مشاكله وازماته والحاجات دي كلها، شايف الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ تحس سكندري بيعمل ماركاتو حلو بقدر المستطاع يعني. الاسماعيلي لسه، هاب جلال خلاص تم الاتفاق على انه يستمر، المصري الى حد ما، ودي الانديه الشعبيه غير الاهلي والزمالك بيضموا، الاهلي اعلن كل صفقاته. في المقابل الانديه الاستثماريه زي فاركو، نادي فيوتشر اللي اعلن عنه بالامس، نادي البنك الاهلي بيطعم وبيدعم بشكل قوي جدا. شايف الدنيا هتبقى عامله ازاي الموسم القادم؟ يعني هي يمكن بدات من الموسم ده المنتهي، شفنا البنك الاهلي، سيراميكا، الفرقه الثالثه كانت غاز المحله. الثلاثه قعدوا في الدوري، صحيح، الثلاثه عملوا تدعيمات كويسه قوي، الثلاثه درسوا، كان في خبرات في التعامل مع الدوري الممتاز، وده بيدي رؤيه للناس اللي طالعه برضه. اللي ما عملتش كده مش هتقعد. وادي دجله الناس اللي عانوا بقى وظروف الماليه ما عملوش انتقالات جيده، ما بقاش ليهم مكان في الدوري. نعم. بالظبط. فاللي طالع دوت باصص على برضه، هتبص على الثلاث انديه اللي قعدوا. ايوه. ما انت بتدرس انت عايز تروح فين في الدوري. مظبوط. في اهداف بتتحط. على كل هدف انت او امكانياتك عامله ازاي، الميزانيه عامله ازاي، هتروح فين في ايه الهدف بتاعك؟ يعني الاهداف دايما في انديه بتصعد، انا هدف اقعد في الدوري بس اثبت رجلي وابتدي ابني اللي انا اروح في مكان احلى، احسن لغايه ما ابقى عندي طموح اخش مربع. بتبقى فترات وخطوات بتتعمل. فهل انديه انا ما شايف الصفقات، يعني الناس كلها في سبق دلوقتي، الوقت قليل فكله والعدد محدود مش كبير برضو عدد المعروض لكن في معروض ادفع بقى مبلغ وقدره عشان تعرف تجيب كواليتي معين لعيب على مستوى عالي. واحنا شايفين السبق عامل ازاي، كل الانديه السنه دي يعني والارقام بقت غريبه قوي. ارقام كبيره. خلاص السوق كده، السوق كده، دي بورصه. نعم. وبورصه وانت معاك هتشتري هتجيب لعيبه تعرف تعمل. بيبقى صعب قوي للفريق اللي طالع، اللي انت بتبني فريق كامل، ممكن 90 بواحد ولا 2 من اللي كانوا معاك في اللي صعدوا حسب الرؤيه الفنيه، ولكن بتشوف الناس اللي عندها الخبرات. نعم. الناس اللي تقدر تديني الهدف بتاعي والطموح بتاعي، بيبقى في دفع. فالسنه دي في الماركاتو شغال كويس قوي، يعني في شغل كبير وفي ارقام بتدفع دلوقتي، ارقام كبيره. فيا رب ده بينعكس على الدوري طبعا. المقابل ده لازم اعمل دوري منظم، حاجه منظمه عشان طيب خليني اسالك عن عبد الله السعيد، يعني في المكالمه اللي مع الكابتن حسين لبيب، انا بحب دايما تبقى عندي معلومه مؤكده. هو اتكلم بوضوح ان هو في حصل اتصال مع نادي بيراميدز عشان عبد الله السعيد. طب نتكلم احنا بوضوح اكبر. يعني عبد الله السعيد، هل الافضل له انه خلاص ده الختام؟ انا عبد الله داخل على 37 اظن، هو مواليد 86 او 85 يبقى تم 36 سنه. بنتكلم هجيب لك تاريخ ميلاد عبد الله بالظبط برضه. ما هو اصلا الجيل ده انا عارفه كويس، عبد الله الشحات وعبد الله السعيد وشيكابالا، ده الجيل اللي راح كاس العالم في هولندا. عارفه كويس الجيل ده. الجيل ده المفروض مواليد 85 وممكن 86. فهو كان من الجيل دوت اللي كان السعيد. في كاس العالم مواليد 85. هقول لك الشهر بالظبط اللي اتولد فيه كابتن عبد الله السعيد. انا حافظهم حافظ الجيل ده كله يعني. يا ريت تقول لنا يا جماعه الشهر بالظبط.
مش فارق بقى خلاص. هو لا لا ما هو 36 سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. 13 يوليو 1985، يبقى هو تم 36 تم سنه. تم 36 بالظبط كده، تم 36 سنه. احمد فتحي اكبر منه ب ب ب احمد فتحي 84 وموجود في الملعب وعمل. احمد فتحي 84 ما هو قد حسني عبد ربه بالظبط. 84 كانوا مع حسن كابتن حسن شحاتف اللي هم مواليد 83. طيب كاس شايف العالم. انه الافضل ليه انه يختتم حياته في الزمالك ولا انه ينهي في بيراميدز، ولا شايف انه ممكن تكون علاقه بينه وبين تركيز جونياس ما بقتش قويه قوي وبالتالي الافضل له انه نادي جماهيري بحجم حاجه زمالك؟ ان اللعيبه كلها بتختار احسن حاجه ليها هي من وجهه نظرها. هو شايف نفسه يختم في الزمالك طالما في استجابه، يبقى هو عايز يلعب في نادي الزمالك. فده هو بيختار العرض المناسب بالنسبه له. حماده صديق لا معرفش هو عايز ايه. هي خلاص هو خرج في احتراف. هو بالنسبه له يمكن نفسيا وماديا يبقى في الزمالك احسن. ممكن لا ماديا لا، والزمالك نفسه بيعلن يعني انا عندي حدود وليمت مش يعني معرفش هو بص اللعيب بوجهه نظره نفسيا نفسيا ممكن شايف اللي هو ما يختم حياته في نادي الزمالك ده حاجه هو شايفها كويسه بالنسبه له. ده رايه. الافضل لحماده الافضل لعبد الله السعيد من وجهه نظرك؟ لا مش انا اللي اختار له الافضل، هو أنا بيختار. انا بتكلم مدرب، وجهه نظر مدرب. وممكن يبقى ليه عايز يخش في جماهير وشعبيه وبطولات يرجع لحته الشعبيه يرجع والجماهيريه تاني يبقى نادي الزمالك طبعا الجماهيريه تكسب. خلينا نروح لفاصل بس ناخد تقرير حقيقه عن ابطالنا ذوي الهمم ويعني تنس الطاوله. بحبش كلمة الإعاقة، أي إعاقة حتى لو كانت ذهنية، لكن دول فعلا علمونا حاجات كتير. دي أول موسم احنا النهاردة بنبتدي موسم الرياضي الجديد ببطولة تنس الطاولة. احنا الحمد لله تنس الطاولة من الألعاب القوية في الاتحاد المصري الرياضي لذوي الإعاقة الذهنية. زي ما انت شايف كده الأعداد حلوة قوي، معمولة البطولة على يومين عشان برضو بناخد الإجراءات الاحترازية، الوقت الولاد ما يبقوش يعني مضغوطين. السنة دي الحمد لله احنا عندنا رياضات كتيرة، في رياضات تم إضافتها زي التايكوندو زي الكاراتيه بقى لعبة أساسية. فالحمد لله الاتحاد ماشي بخطوات قوية. الفضل الأول والأخير للأهالي اللي دايما أقول هم البطل الأساسي اللي ورا أي إنجاز بيحصل. إحنا دورنا كاتحاد بنكمل مع شغل المدربين والأندية طبعا بيقوموا بدورهم، وإحنا بنكمل بالبطولات اللي إحنا بنعملها. دي بطولة الجمهورية الأولى للإعاقات الذهنية اللي بينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. طبعا ده اتجاه دولة دلوقتي إن إحنا لازم يبقى في دمج للإعاقات عموما، سواء إعاقات حركية أو إعاقات ذهنية أو إعاقات بصرية. فالبطولة الحمد لله بتشمل جميع الإعاقات الذهنية، سواء إعاقات فكرية أو إعاقات داون سيندروم أو إعاقات توحد أو قصور ذهني أو إعاقات مركبة. الأولاد والبنات هنا طموحهم بيبقى من طموح ولي الأمر. طبعا طموح ولي الأمر مع تنس الطاولة بقى عالي جدا جدا. في أولاد ما شاء الله يعني كل بطولة عن البطولة اللي قبلها بيشهد ارتفاع وتطور واضح جدا جدا في المستويات. بالتبعية المدرب لازم يبدأ يشتغل أكتر وأكتر ويطور نفسه ويطور مع أولاده ويدور على أحدث حاجة موجودة علشان نقدر نلحق بالمستوى الدولي اللي موجود بره. اليوم النهاردة جميل ودي بطولة جميلة جدا وياريت تتكرر أكتر من مرة، يعني عايزين يبقى البطولة دي ثلاث مرات مش مرتين لأنها منقسمة لاتنين عشان يبقى في فرصة للعيبة إن تمارس أكتر ويبقى في فرصة إن تكسب. فياريت تبقى ثلاث بطولات، البطولة دي تنقسم لثلاث بطولات. بطولة الدور الأولاني من بطولة الجمهورية لتنس الطاولة مشارك فيها حوالي 18 نادي من أنحاء الجمهورية كلها وحوالي 75 لاعب مثلا. والنهاردة اللعيبة أهلت نفسها كويس إن هي تلعب النهاردة لأن إحنا كاتحاد بنخاطب الهيئات بوقت البطولة ده مثلا من شهر ونص. بتبتدي بقى اللعيبة بتدخل في معسكرات مغلقة بحيث إن هي تجهز نفسها إن دي بطولة جمهورية، بناء عليها بتختار معسكرات تعمل معسكرات منتخب. فده بيدي طموح، بيخلي طموح اللعيبة أعلى
ان هو يحقق البطوله وان هو ياخد مراكز متقدمه. البطوله النهارده يعني مش اي بطوله طبعا الواحد يحضرها وكده. طبعا انا بتشرف ان انا بحضر بطوله زي دي، وان انا بلعب تنس طاوله. الحمد لله ان انا بلعب تنس طاوله وان انا لعبت تنس طاوله. طبعا اتمنى في البطوله دي ان انا اجيب مركز. يعني جبت مركز السنه دي قبل كده هنا برده في نفس البطوله. المره دي البطوله الجمهوريه دي الثانيه بالنسبه لي. ان شاء الله نفسي احقق الميداليه الذهبيه ان شاء الله. بدايه نادي في السوشيال وجبت المدين تاني فاز دبل الحمد لله. ولكن تحدي بطولات كتير قوي السباحه ومدرسه الثوره. كابتن حماده صدي، هختم معاك بفقره الاسئله السريعه. الغاء كاس مصر هذا الموسم في مصلحه الجميع واولهم الاهلي، صح ولا غلط؟ لو مصلحه الجميع، معرفش بقى مصلحه الاهلي. لا بس هو من المفروض نقلل شويه عشان نقدر نلعب الموسم الجاي. الاجهاد واهدار النقاط السهله ابرز اسباب خساره الاهلي للدوري، صح ولا غلط؟ الاجهاد طبعا. كارتيرون صاحب الفضل الاول في تتويج الزمالك بالدوري العام، هو من المنظومه اللي نجحت يعني الاداره واللعيبه. موسم جيد للزمالك. نعم. يعني عبد الله السعيد لو انضم لنادي الزمالك سيصبح اضافه قويه. حسام حسن مهاجم الاهلي الجديد اضافه قويه ومهمه جدا للنادي الاهلي، صح؟ حسام اتمرن معاك؟ طبعا. لعيب كويس. لعيب فيرود قوي. كنت بتعتمد عليه، قاتل وبيعرف يجيب جون لا هداف، لايق على النادي. بس يا رب يركب مع النادي الاهلي، يركب كويس. كنت بسالك، لايق على النادي الاهلي؟ هيبقى صراع بينه وبين محمد شريف ولا ممكن المدرب يوظف الاثنين؟ يعني انت لو مدرب توظف الاثنين يعني كان هو معايا هو وصلاح محسن. وظف صلاح محسن بيلعب تسعه زيه. كنت بوظف الاثنين. لو طلبك الاهلي كمدرب عام في جهاز موسيماني هتوافق ولا ترفض؟ كانت مرحله وخلاص. كانت مرحله وانتهى. المدرب الافضل في الدوري. انا بص، احنا بنقول كده وانا عمري ما طلبت في النادي الاهلي. مش عايزين بقى الاسئله اللي نعم. المدرب الافضل في الدوري هذا الموسم من وجهه نظر حماده صدقي كارتيرون، ويليه احمد سامي. المدرب اللي انت شايفه اتظلم؟ حماده صدقي. افضل لاعب في منتخب مصر امام انجولا هو؟ ما مش شايف حد يعني. مش شايف حد. اللعيب اللي اتوقع تألقه امام الجابون هو؟ يا رب الفرقه كلها محمد صلاح ان شاء الله. محمد باضافه كابتن حماده نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك يا رب كل توفيق. ربنا يخليك كابتن. شكرا جدا. ربنا يخليك. سلام على يحيى حبيبي. يحيى وعلي. وعلي الا علي بس. يحيى الحفيد الاول. يحيى طبعا للمعزه الاول. طبعا يحيى حبيبي طبعا. بسمعك دلوقتي علي لسه ما بيفهمش. لا يبقى يحيى. خلينا يحيى حبيبي. لا هو يحيى عارف انا ايه اللي بينه وبينه يعني. نورتنا يا كابتن حماد. ربنا يخليك. اشكركم اعزائي المشاهدين والمستمعين. خلص الكلام، مسك الختام. سلام.